بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا أهلا وسهلا فيكم جميعا أخوان وأخوات، يا هلا والله بالجميع، كل باسمه كل بمقامه، منورين. يا هلا والله أستاذ عامر، أخوان موجودين، كيف أموركم؟ يا هلا 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 والله، هلا اللي حضروا كلهم اخوان واخوات. اهلا وسهلا بالجميع، منورين البث. عندنا اليوم حوار مع شخصية ملهمة، شبابكم كلكم تدعموا هذه الشخصية، شخصية محبوبة بالنسبة لي، انا محبوب بالنسبة لي. ان شاء الله تكونوا متواجدين معانا نسمع هذه الشخصية الجميلة اللي تعرفنا عليها في تطبيق التيك توك، توقع وتنقل لنا الواقع. يا هلا وسهلا بالجميع، بس عشان يكتمل العدد كذا ونستدعي الضيف المميز بصراحة بالنسبة لي عليه الصلاة والسلام. يا هلا وسهلا بالجميع إخوان وأخوات، ضيفنا شخصية مميزة من ذوي الإعاقة، نبغى نرفع معنوياته، نبغى نتكلم معاه كلام إيجابي، نبغى نشوف الأمور كثيرة، بنتكلم على هذه. بس خلص مع الشخصية اللي نتكلم معاهم، وأبشر نتكلم على الرياضة ونتكلم على الأهلي، لكن هدفنا من هذا البث إنه ندعم هذه الشخصية بصراحة، شخصية ملهمة وشخصية جميلة وتستاهل الدعم. كل فترة كده بنستضيف أخواننا وأخواتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بنتكلم عن الرياضة، لا شيء مهم. أبشروا، الله يسعدكم، كبسوا وشيروا البث عشان هذه الشخصية بصراحة تستاهل. ها، وصلوا معانا الشخصية، نبدأ. بسم الله، إعلامي أستاذ مميز. السلام عليكم، كيف تطلع؟ عليكم السلام ورحمة الله. كابتن ضلال، شلونك يا كابتن ضلال؟ كابتن، النت عندك يا كابتن؟ هلا يا عبد الله، هلا والله، كيف حالك؟ قبل وعليكم ما السلام نبدأ، ورحمة الله وبركاته. قبل ما تفضل. نبدأ، حاب أقول لك شكرا على المقابلة الجميلة، وأنا جاهز يا كابتن، بس ننتظر ضيوفنا عشان نكون موجودين. بس عطني ثواني بس أشير وكون معك. خذ وقتك حبيبي، وان شاء الله المتابعين الله يجوا يسعدك، شيروا البث، لانه الاستاذ عبد الله يستاهل كذا. لما يستعد الاستاذ عبد الله اعطيني اشاره عشان نبدا. الله يسعدك حبيبي، أنا جاهز، مبلغ وانا الجماعة، جاهز، انا جاهز. أنا واللي جاهز. تبغى واللي تبغى تضيفه معانا الله يحييه، بس يديني قسط وما عليك. بدور كابتن يا احمد كمان. تبشر 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 يبشر تبشر، بالجنة. أنا شيلت للدكتور أمي، وقاعد حلو أشيل للكابتن أحمد، بس حلو، حطني تماما. خذ وقتك، خذ وقتك حبيبي. الله يسعدكم جميعا. الله يسعدك، الله يسعدك. نستضيف شخصية بصراحة جميلة، الأستاذ عبد الله إعلامي وأخونا من ذوي الإعاقة. أنا أقول الإخوان ذوي الإعاقة هذولا اوكي، رب العالمين اخذ منهم شيء واحد واعطاهم اشياء، اعطاهم المعرفه، اعطاهم التواصل، واعطاهم اشياء كثيره، سخروها في علمهم، سخروها في خدمه مجتمعهم. اليوم متكاتفين ومتحابين معنا، اليوم تواجد احد الشخصيات. وقت ما تكون جاهز عبد الله اديني بس حبيبي. طيب، انا مضطر انزل لي ثواني بس، خذ وقتك، خذ وقتك، بس لاني لما تقول لي اديني اشاره قول لي انا اوكي. طيب اوكي، بس ثواني وكن خذ معك. وقتك، ثواني، خذ وقتك، قفل المايك وخليك لما تجي اديني بس اشاره انك موجود. اوكي كابتن، اوكي. حبيب حبيبه، النور نوركم استاذ حنان، موجودين اخوان واخوات، شيروا البث عشان
نوصل للشيء اللي احنا نبغاه، ندعم الاستاذ عبد الله وندعم الموجودين من اخوان واخوات من ذوي الاحتياجات الخاصه الموجودين في هذا البث الجميل، ونحاول نستضيف الناس. طلع في زياده بتكلم، والله بتكلم على الكوره، ابشر والله بنتكلم، بس اخلص مع الاستاذ عبد الله وابشروا، اتكلم على الكوره، اتكلم على الاشياء اللي تعب. شكرا استاذ حنان، شكرا، الله يسعدكم جميعا. كابتن سم حبيبي سم، فجوح ولا في صدى؟ ما في سمعتك ايش؟ صدى من الرجاء. ايه في صدى شوية خفيف. اه نزل والله. تكلمنا على الاهلي، تكلمنا على اليوم موضوعنا مع الاستاذ عبد الله من ذوي الاحتياجات الخاصة، نتكلم على امور الاحتياجات الخاصة وكيف حياتهم، هم ملهمين لنا في هذه الحياة، نحاول نسلط الضوء على هذه الفئة الغالية علينا من أخوان وأخوات إذا تسمحوا لنا، بعدين نخش في الرياضة بعد ما نخلص مع الأستاذ عبد الله، نخش في الرياضة، نخش في الأمور اللي أنتم تحبونها. معكم مادو، مادو يبي يلعب، أنا عارف إنه مادو يبي يلعب. السلام يا عليكم، الله عليكم يحييك اخ طلال، السلام اخبارك؟ ورحمة كيف الله ورحمة صحتك؟ الله، ان شاء الله بخير، امورك يسعدك ان الله شاء الله يسلمك، خليك ان شاء الله بخير، مرتاح؟ يا كيف رب أمورك أنت يا طيبة؟ رب لك الحمد. كيف امورك؟ ان شاء الله بخير. غريبة اليوم ما في لعب ولا في تحديات. تحديات ولا شيء؟ تعرف انت اليوم التروية وبكره عرفة، الواحد يتلاحق على مهدي الاجر. مهدي يا أخي، الواحد يتلاحق على الأجر، يعني ما يبغى استغفر الله يروح أجر على حبيبي المشاكل حبيبي، والاستهتار هذا. أنت الله يحفظك، والله يعني الشرف لي إني هديت أكون أنا معك. إيه مهدين الحمد لله دائما، يعني في هذا حبيبي حبيبي البرنامج، نورت. يعني على حسب، يعني على حسب زي ما يقولون بعض البثوث، يعني بثوث رياضية تستاهل تستحق زي البث حقك، يعني نتكلم في الرياضة، في بثوث حبيبي تستاهل اللي زي ما تقول تفرفش، الطقطقة والمسرفشة، كل واحد وعطى حقه يعني وما يعني دحين يستحق. انت مهدي اليوم وبكره وبعده شكلك. ومؤدي اليوم وبكره لين ينذبح الخروف ان شاء الله. اول ما اوكي، نذبح وبعدين خلاص نبدأ على طول، على طول وبعدين ترجع من جديد. بسم حبيبي الله الله حبيبي الله اكبر، افتح بث على طول. الله يسعدك حبيبي. انا يسعدنا وياك، الله احنا يطول بعمرك. اليوم بثنا استاذ مادو مع شخصيه جميله موجوده في التيك توك من ذوي الاحتياجات الخاصه، نعم ناقشها على حياتهم، ناقشها على امورهم، بصراحه من الشخصيات اللي المفروض احنا نسلط الضوء عليها، لانهم بصراحه ملهمين لنا في هذه الحياه واشياء جميله معاهم بصراحه، وحاجات نستمد منها قوتنا وعزيمتنا ونجاحاتنا كلها. صحيح، هم منا وفينا اصلا، ما في احد ذو الاحتياجات الخاصه، كلنا مكملين بعض. واليوم شفتهم الحمد لله بعد رؤيه الامير محمد بن سلام الله يطول بعمره، توفرت لهم الوظائف، هم زينا زيهم يعني، اللهم يعني ما هم ناقصين عننا ابدا بشيء الحمد لله. وشفنا منهم يعني ناس فعلا يعني جلسوا على في العمل، يعني في بعض الوظائف ادوا افضل من الناس اللي يعني مكتملين، فهمت يعني؟ صح وذوي صحيح. يعني ما فيهم نقص السلام الحمد عليكم لله رب ورحمة العالمين الله. يعني. عليكم أهلا السلام، أستاذ حنان، الله أهلا أستاذ يسلمك، حنان، أهلا بضيوفي الله يعين الجميلين. ضيفنا الأستاذ شكرا عبد للي الله حضر، مادو، شكرا للي هذا من حضر. الشخصيات الجميلة الموجودة بصراحة في تطبيق التيك توك، وهذا يا الحوار حبيبي عشان وأنا فاتح البث اليوم عشان أستاذ عبد الله وعشان الله ضيوفنا، يسعدك يا وأنت أحد كابتن، ضيوفنا أستاذ مادو حبيبي، الله الله يطول يسعدك يا بعمرك يا كابتن، حبيبي. واشكرك واشكر ابو سلمان على الاستضافه الجميله على الفكره الرائعه، وان شاء الله اليوم تستمتعون مع ضيوف كانوا مع عبد الله وداعمين عبد الله، سواء داخل النادي او خارج النادي، في ضيوف حبيبي جميلين موجودين ان شاء الله، بلغتهم الان راح يكونوا موجودين بدينا. وبطلعهم لك ان شاء الله، ونتحاور كلنا مع بعض. بالله وحاب الاستاذ مادي يسلم عليك ويرحب فيك تفضل ويعطيك كلمه جميله. يا حبيبي تفضل يا اخوي عبد الله، الله يحفظك، اخبارك؟ ان شاء الله بخير، والله بخير استاذ، امورك ان شاء الله بخير مرتاح، انت وزملائك ان شاء الله انكم بخير. يا حبيبي بخير يا الحمد لله يا حبيبي الحمد يا لله. حبيبي، احنا ناس والله من داعمينك، جينا هنا في بث طلال المشعل، الكابتن طلال المشعل،
فوالله احنا حابين نسمع منك يعني لا ونستفيد منك يعني. لا، اليوم بسم اللقاء، لو يسمح لي الكابتن تفضل. بلال أسميه أسميه بث السعادة للمبدعين من أصحاب الهمم. اليوم بوريكم إبداع إبداع، وتشوفون شكرا. إن شاء الله، تسمعون كلام طيب، كلام أنا لاحظته وأشوفه في المجتمع وخارج يستاهل المجتمع. فعلا، يستاهل انتم عبد من في الرحمن. المجتمع ومن الناس اللي من فعلا من اطلق عليكم اصحاب الهمم، فعلا حبيبي انتم فعلا حبيبي اصحاب همم، وفعلا انت يعني يا قلبي، اليوم يستاهل معنا يستاهل. وداخل وضايف يعني ما في احد ناقص عن احد الامانه. أكيد اليوم سبحان الله اي أكيد شيء كل شيء أكيد منفذ أكيد وسائل، أكيد يعني ما في فرق بيننا وبينكم ابدا. أكيد أكيد يا كابتن، حبيبي أكيد يا أخوي. حبيبي كابتن سماك، طوال، كابتن حبيبي طوال، حبيبي، الحين أطلب بطلع حنان الطلب، بطلع حنان السبع حنان، طلب بطلع بس الموجودين طلع عندي. تفضل. الكابتن أبو سلمان، أبو سلمان، ابشر ابشر، أبو بطلع سلمان. انا استاذنكم فتره بس بسيطه وارجع، انا كنت من ضمن خلاص المتابعين بكون في البث ان شاء الله. حبيبي، الله يسعدك مادو حبيبي، امين شكرا يا اخي، الله يجزاك شكرا خير يا حبيبي، شكرا الله شكرا يجزاك خير. حبيبي، شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله تستاهل وبركاته. تستاهل عبد الله. نبدا ولا وعليكم شويه؟ السلام خلينا نطلع ورحمة الكابتن احمد الله. البحري، نطلع احمد الكابتن البحري. أحمد البحري، والآن تجيك الدكتورة مي جاية في وين الطريق. وين؟ طيب اذا جات الدكتوره مي اعطيني بس. نبدا عبد الله ولا استنى نبدأ. الدكتوره؟ ولا استنى الدكتوره مي؟ استنى، وين هلا استاذ، الدكتورة يا جاية؟ هلا استاذ سعود، أعطيتها هلا خبر، والله، هلا جاية والله استاذ الدكتورة سعود، الآن. بخير الله يسعدك حبيبي. اليوم عندنا، أبو تفضل. حياكم الله، حياكم الله. يا جماعة، ركزوا على كلام اليوم، كلام اليوم راح يكون عن عبد الله باختصار، وعن منشط عبد الله، وعندك المايك يا كابتن طارق. حلو، اليوم حوارنا اليوم مع شخصية جميلة متواجدة معنا في تطبيق التيك توك، أخونا الإعلامي الأستاذ عبد الله من ذوي الاحتياجات الخاصة، من الملهمين والمبدعين في هذا التطبيق. نتمنى كلنا نتواجد حبيبي معه وندعمه ونهديه هدايا بسيطة، لأنه الشخصية بصراحة تستاهل الشيء اللي يقدمه في تطبيق التيك توك. وهذا فخر لي وشرف لي أني أستضيف شخصية ملهمة، شخصية محبوبة في هذا التطبيق. شكرا شكرا استاذ عبد الله قبولك الدعوه اني استضيفك في هذا التطبيق وهذه بالعكس الفتره بالعكس الوجيزه، وانت تستاهل كل خير حبيبنا. ومعانا استاذ سعود وشاعرنا نبيل، والموجودين الاستاذ حنان والكابتن احمد والاخوان، من اخوان واخوات موجودين كلهم هنا يبادلوك التحيه ويدعموك. وما شاء الله حياهم تبارك الله، الله، هل الخير عليك الهدايا، تستاهل والله حبيبي حياهم تستاهل الله، والله. حياهم الله، حياهم الله. اتشرف اتشرف، وهذا اللي قاعد اقدمه ترى اقدمه لمصلحة بلدي وديني واهلي ومجتمعي صحيح عبد السعودي الله، ومجتمع الخليجي. أرحب بزميلي وصديقي عبد الله سعيد المالكي. يا مرحبا أبو أخوي والنعم عبد الله. والنعم عبد الله والنعم، هذا كابتن بثكم أحمد ومكانكم. موجود؟ كابتن كابتن أحمد أحمد موجود؟ رسلت له الدعوة، واعطيني لو تعطيني، رسلت له الدعوة شوف تواجد كابتن أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام وعليكم ورحمة الله السلام ورحمة وبركاته. الله. يا هلا كابتن. البطل عبد الله، صراحة اليوم الحلقة أتوقع أنها بتكون من أطول الحلقات صراحة مع الكابتن طلال الله يسعدك يا حبيب الكل كابتن. الكبير عبد الله. حبيبي يا جماعة، لا حد يطلب قسط، لأن القسط خاص بالكابتن أحمد والدكتور مي. اسمحونا اسمحونا، بعد ما نخلص الحوار إن شاء الله نعطيكم فرصة، كل واحد بيصعد يسألني السؤال اللي هو حابه، بس بعد ما بدر نخلص الحوار مع حلو، الدكتور مي والدكتور طلال، الأستاذ طلال والأستاذ أحمد أبو سلمان. حبيبي تستاهل تستاهل، بس اعطيني النكهة حق الدكتورة مي عشان اضيفها عندي،
عشان اول ما تيجي اطلع حق اسم. يا كابتن، كابتن تفضل. انا بعلمك يا كابتن طلال، بطل بعلمك اذا جات. اذا جات قولوا لي بس وقت وقت ما تبغون نبدا. ادوني الاوكي طيب اوكي، عشان عشان نكون تجي، عشان نكون عشان متكاملين احنا. نكون واضحين، عشان نكون واضحين، الكلام اللي راح اقوله اليوم راح يكون في جميع التواصل الاجتماعي. هذا الكلام اللي وصلني من الكابتن احمد، الكلام اللي بيوصل انا عايشه وشايف عمل مجهود مستحيل مستحيل. نبغى الناس اليوم تعرف الطاقة الإيجابية عند أصحاب الهمم وعند عوائلهم. هذا هدفي أنا في هذا حلو البث اليوم. في حلو، أشياء كلام جميل. جميلة راح تعرفونها اليوم في البث، بس ننتظر الدكتورة مي. الدكتورة مي قبل إن شاء الله. ما تجي دكتورة مي، عندي بس استضافة لشخصية مميزة في تطبيق التيك توك، تفضل تفضل بيخش معانا الآن، يرحب فيك أنت والكابتن أحمد البحري، ويرحب بالموجودين. أستاذ تفضل سعود، تفضل. تفضل تفضل أستاذ سعود حبيبنا. يا هلا وسهلا أستاذ سعود. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام، السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا. مساء النور والسرور في هذه الأيام الفضيلة أستاذ سعود. أول شيء أمسي عليك أخوي طلال وأستاذ أحمد وعبد الله، منورين كلكم. النور نورك أستاذ سعود. وجودكم شخبارك؟ عبد الله، انا شهادتي فيه مجروحه ترى، هو عارف الشيء هذا، وانا سبق واني كلمته في بث اخونا الدكتور عبد العزيز. هذا اعتبره والدي الثاني اللي تعلمت منه في هذا البرمائي. يعني تستاهل انت، انت يعني ابو ثامر يكفي ان احمد البحري يعرف ابو ثامر ويعرف والنعم توصيف ابو ثامر للمعلوم. والنعم فيكم كل ابوكم. والنعم 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 فيك عبد الله وسعود. والله ونعم. انا بس بقول يمكن لاحمد البحري، انا اذكر يا طول عمر احمد البحري يمكن قابلته ايام نادي الاتفاق. الكلام هذا قديم. احمد، كابتن احمد، تعرف واحد اسمه نواف الجنيدب؟ والله سامي الحين تعرف كم جيل عصرنا احنا، يمكن بالشكل اعرفه. لا لا، مو لاعب حتى لو لاعب، والله يمكن الاسم لا والله ما يحضرني، بس والنعم فيه. والله رحنا الثلاثه للنادي مع بعض بسياره واحده. والله ما انا ما مر علي هذا الاسم يا استاذ سعود ترى. والنعم فيه، مر علي، مر علي هذا الاسم ترى. الدكتور امي يا مرحبا يا دكتور امي. وين الدكتور؟ يا هلا يا هلا. انا توكل حبيب، حبيبنا استاذ سعود. انا بنزل اعطي الدكتوره فرصه. حبيبنا استاذ سعود، اعطيتك اضافه يا اخوي سعود، تستاهل. حياك الدكتور، تستاهل الطيب حبيبي. حبيبنا استاذ سعود، شكرا. دكتور امي، حياك دكتور امي، حياك دكتور امي، حياك حياك يا وش اقدر اقول؟ حياك الله يا دكتوره. نبدا يا دكتور، نبدا يا كابتن. طب الدكتوره هي اللي طلبت قس الدكتوره؟ دقيقه اللي حاطه الزعيمه؟ ايوه اي الزعيمه. ايوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تستاهل الدكتوره مي. يا هلا تفضل يا دكتوره. مساء الورد عليكم جميعا، منورين. وعليكم السلام ورحمه الله. كابتن طلال، الكابتن احمد، عبود حبيب قلبي، بأستاذتي ومعلمتي يا بعد وقدوتي راسي عبد الله، صراحة اللي يا أنا أتعلم منه. يا يا حبيبي، مرحبا. تفضل كابتن. يا هلا وسهلا بالدكتور، منور البث. حوارنا اليوم مع الشخصية المميزة الملهمة الأخونا الأستاذ عبد الله من ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي القدره الايجابيه والملهم لنا في هذا البرنامج. شخصيه جميله، وحبيت اليوم اتشرف اني احاور هذا الشخصيه بتواجد الدكتوره وتواجد الكابتن احمد البحري وتواجد الاخوان والاخوات. واعطاني الشرف الاستاذ عبد الله اني احاور واكون احد المحاورين في هذا البث البسيط والجميل، اللي كل فتره ان شاء الله بنستضيف شخصيه ملهمه من ذوي الاحتياجات الخاصه من اخوان واخوات. المايك عندك دكتورة، قبل ما نبدأ ايش تبي تقولي للأستاذ عبد الله؟
الله يحفظك ويرفع قدركم جميعا. والله عبد الله طبعا غني عن التعريف ما شاء الله تبارك الله، انا اسميه من ذوي القمم وليس من ذوي الهمم، لانه ما شاء الله تبارك الله ممارس لرياضة البوتشا، بطل من ابطالها في الشرقية، اخذ المركز الرابع فيها ما شاء الله تبارك الله، ومحب لنفس الرياضة. يعني انقطع عننا فترة وبعدين رجع، ورجوعه كان يعني أسعد الجميع، لأنه طاقة إيجابية لجميع اللاعبين المتواجدين عندنا في المركز أو في اللجنة البارالمبية. طبعا أنا بس أبغى أوضح فكرة إنه أنا طبيب نفسي إكلينيكي أمراض نفسية، ما شاء الله أعالج مصابين الحرب في الحد الجنوبي، ما شاء الله تبارك الله. بالإضافة إلى نادي الرياض. أنا مستلمة طبعا جميع ذوي الهمم في ما هذا شاء الله المركز مع الأستاذ عبد الرحمن الشعلاني. ما شاء الله تبارك الله. وبنستغل الوضع، معلش إذا تسمحي لي يا معلش دكتورة، تفضل تسمح لي يا دكتور عبد الله، بنستغل تفضل. الوضع هذا ومبارك لك بفوز الهلال في البطولة. الله يبارك في عمرك يا حبيبي. أنا أنت اللي أبارك لك، وأنا هلالية اللي ما شاء الله سعيد، تبارك الله. أنا اللي سعيد، أنا اللي أتشرف إني شاركت هالفرحة هذه في الملعب، أنا اللي أتشرف إني شاركت الدكتور مي هذه الفرحة. عبد الله طبعا مشجع شبابي، ولكن آه شبابي ما شاء الله. شاركني الفرحة في زيارة الملعب، يعني حضرنا النهائي مع بعض. ما شاء الله تبارك الله. اي والله حلو حلو. نبدأ عبد الله، نبدأ دكتورة. توكل تفضل. على الله. ترى أسئلتنا يا دكتورة ارتجالية، ما سهل فيها تفضل. أي شيء، ما نبغى نطلع زي القنوات نسأل أسئلة مكتوبة، لا ارتجالية. نبغى نسأل عن حياة عبد الله، كيف تعامل الناس مع عبد الله، أمور كثيرة في حياة عبد الله. نبغى ناخذ الجانب المخفي عن الناس في حياة عبد الله، إذا سمح لنا أستاذ عبد الله. تفضل. طيب أنا من هذا المنبر أحييك وأحيي حبيبي ضيوفك، وأنا كتاب مفتوح، أي سؤال حاب تسأله أنا كتاب مفتوح للجميع، ما أخبي شيء، تفضل معك الوقت. نتمنى تشيروا البث وتدعوا لاصحابكم عشان يتواجد مع الاستاذ عبد الله، الشخصيه الجميله اليوم اللي قاعدين نحاوله. نبدا بسم الله كابتن احمد بسم والاستاذ الدكتوره. الله توكل الله قل تفضل. لا طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام والتسليم. عبد الله اعلامي، عبد الله المميز، عبد الله الحبوب، عبد الله المحب للخير. أبغى بعيد عن هذا الشيء، أبغى عبد الله الإنسان. عرفنا على عبد الله الإنسان. عبد الله طبعا ولادتي من الطفولة، عندي عقب من الولادة، بدايتها كانت بعد العمل، بعد ما الله أكرم الوالدة وأكرم الوالد فيني، كانت عندي عدة أشياء بعد العمليات اللي سويت 7 عمليات في القدم. بعد ما نجحت في بعض العمليات، نجحت في بعض العمليات كان فيها شوية إبالة شوية تمارين وكذا، ولكن الحمد لله درست وتعلمت في مدارس في جمعية أطفال المعاقين طالب، ودرست في التربية الخاصة وأمور في قطاع خاص، ولاعب في نادي الرياض. هذا باختصار. لكن عبد الله الإنسان، عبد الله الإنسان الحنون الطيب اللي دور خاطر أهله، خاطر أقاربه، يدور رضا والده والدته، أهله أخوانه. عبد الله إنسان أي كلمة طيبة يسمعها يعني يكون دائما واقف مع الزملاء. أحيانا يكون فيه يعني أحيانا أنا أتنازل عن بعض الأشياء لمصلحة الأهل عشان نجاح أهلي ونجاحي أنا. عبد الله إنسان كتاب مفتوح. عبد الله كان بدايته كان خجول، ما يتكلم، ما يعرف، ما يقول رأيه. بس بعد ما دخلت النادي مارست الرياضة وشاف الوالد بالمجهود الكبير، طبعا بداية أنا
يعني اللي له الفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى الأستاذ إبراهيم عبد إبراهيم البصيص الأستاذ، وبعد كابتن إبراهيم البصيص. كابتن إبراهيم البصيص هو كان الدعم لي في نادي الرياض بداية. ما أنسى مجهوده معاي في البدايات، في الأستاذ عبد الرحمن الشعلان زي ما قالت الدكتورة، في لعيبة، في الكابتن عصام البعيقي، في الكابتن، في جميع كباتن كرة السلة اللي مروا علي، جميع كل اللي مروا علي كانوا بداياتي، كانوا معاي خطوة خطوة. بعدها انتقلت من كرة السلة كتمارين لألعاب القوة. كان في مدرب تونسي الله يذكره بالخير اسمه سامي، مرني مدة سنة ونص، اشتغلت معاه شغل، كنت أحضر من الساعة 4 العصر إلى الساعة 7 المغرب. كنا نشتغل على قوة العضلات وقوة الدفع لما أرمي الصوتين. أول بطولة كانت 2014، كانت أول بطولة رسمية، كانت 2012 2012 كانت مع الكابتن مبارك السبيعي، أول حلو. بطولة في الرياض حقتها 2012. بعدها انطلقت، أول بداياتي في البطولات الرسمية اللي معتمدة كانت 2014، كانت في الشرقية، وكانت مع الكابتن سالم العثمان، ولا أنسى مجهود الكابتن عماد. الكابتن عماد كان شغال معي بابو على قوة العضلات، والكابتن عبد الله. ذاك يعني انت المجهود الكبير كان مع الكابتن سالم العثمان أبو مبارك، كان يشتغل معي أنا والفريق كامل. تفضل أستاذ. يعني تكلم مع كابتن عبد الله انه عبد الله موهوب في كرة السلة للكرات المتحركة، صح ولا لا؟ لا كنت يا كابتن أحضر لمجرد التمارين، تقوية العضلات، أني أكون مع الفريق، أشوف مستوى الفريق كيف. كانوا يحمسوني للتمارين. لما دخلت ألعاب القوة كانوا أول الدعم لي فريق سلة، جميع منتخب مع الكابتن إبراهيم البصيص. إيه مع الكابتن إبراهيم البصيص، كان الفريق كله كامل، سواء النادي ولا المنتخب، كانوا معاي خطوة خطوة إلين تأسس فريق ألعاب القوة كامل. كان فيه تقريبا 10 أشخاص أو 11 شخص، كنا شغالين على بطولات داخلية وداخلية داخل المملكة، والحمد لله حققت المركز الأول في الشرقية، وكانت أحلى مشاركة لي، كانت أحلى بطولة، كانت في 2014، كانت هذه البداية. بعدها انطلقت، رحت لمكة وشاركت، أخذت المركز الرابع في مكة، زميلي وصديقي اللي أبارك له أخذ المركز الثاني أو الثالث، الثاني على ما أعتقد فيصل النهر، هو كان معاي في بطولة مكة للألعاب والقوة في لعبة الصالينة، فأبارك له وأقول له مبروك. هذه ما شاء الله تبارك باختصار. بعدها انطلقنا في لعبة البوتشا زي ما قالت الدكتورة. أول انطلاقاتي كانت مع الكابتن الله يذكره بالخير، الكابتن يوسف. كان كنا شغالين على هذا الموضوع أول ما تأسس الفريق. كان أول بدايتي كان مع الكابتن عمر الجابري الله يذكره بالخير. كان طب عبد الله، بنرجع لهذه، انا بستغل رواية الدكتوره معانا اذا تسمح لي، تفضل تفضل بسألها سؤال. تفضل جاهزه تفضل. دكتوره؟ ايه تفضل. اول مره تعرفتي على عبد الله وكيف كان تعاملك مع عبد الله؟
عبد الله طبعا كان من المنتسبين للجنة البارالمبية في نادي الرياض لذوي الهمم. حلو حلو أول ما جيت أنا للجنة طبعا اطلعت على صور لجميع اللاعبين سواء الغايبين عن المركز أو المتواجدين. حلو لما سألت عن عبد الله قلت لهم هذا الشخص أو هذا اللاعب وين موجود الآن؟ قالوا لي إنه منقطع. طبعا أنا اتضايقت، أنا ما ودي إن أحد يدخل اللجنة البارالمبية وينقطع عن الرياضة، حلو وخصوصا إذا كان من ذوي الهمم. فأنا من الناس المهتمة، يعني تعرف نفسيا اجتماعيا في هذه المواضيع المفترض إن احنا نعرف إيش الأسباب اللي خلت عبد الله يترك اللجنة. حلو فسألت عنه الرئيس التنفيذي اللي هو عبد الرحمن الشعلاني الله يعطيه العافية، يعني ما قصر. قال لي إنه منقطع عن اللجنة ولأسباب وظروف وما أعرف إيش وهذا الكلام. يعني سبحان ظروف الله، خاصة كانت ولا ظروف أمور كانت ظروف ثانية؟ خاصة، لا لا ظروف أوكي خاصة تخصه هو حلو يعني. فأنا قلت المفترض إني أبحث عن هذا الشخص، وسبحان الله كان لقائنا في البث لأول مرة عن طريق البث. يعني تخيل إنه أنا ما عرفت أوصل له من الأصحاب ومن كذا. سألت عن الكابتن يوسف، سألت فيصل الناهض، سألت، قالوا إن إحنا نتواصل معاه وإنه متواجد في الجروب اللي موجود معاهم، أو إنه يمكن عبد الله أنت دخلت جديد صح في الجروب؟ لا أنا كنت معاهم في أول تأسيس الجروب، بس كانت يعني في يعني ما كنت أتواصل بشكل كبير لظروفي الخاصة يا دكتور زي ما قلت. تمام. وبعد كذا حلو انا عرفته عن طريق البث. طبعا انا من عرفته ما قدرت اتمالك نفسي، يعني قلت له عبد الله انا ابيك. هو طبعا استغرب، انت مين وكذا 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 وكذا. حاولت اتواصل معاه، يمكن يا دكتور استغرب من الاهتمام صح؟ ايوه اي تقريبا، بس هو عرف من عن طريق البثوث ان من ادخل بث يرحبون فيني دكتورة مي كذا 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 كذا، فهو يعني جاه الفضول انه يتعرف على الدكتورة مي. وانا اساسا عارفه الولد، يعني انا عارفه عبد الله يعني شخصيا وكل ما يحتويه من طبعا من اخلاق ومن اسلوب ومن تصرفات ومن كذا، يعني عارفه عنه كل شيء. طبعا ما شاء انا الله بالبدايه سولفت معه وكذا وكذا، بعدين قلت له يا عبد الله ترى انا ابيك، يعني ابي اشوفك ضروري ابي اشوفك. حلو قال لي وين؟ قلت في اللجنة البارالمبية. قال آه انت موجودة هناك؟ انا اي موجودة هناك. كم لك سنة؟ لي 5 سنوات. شفتك فترة وبعدين انقطعت، ليش؟ ما حاولت اني اوضح له انه انا لسه جديدة يعني في المركز. ممكن نتقابل يا عبد الله؟ قال لي خلاص. قلت له خلاص انا ابيك بكرة ان شاء الله، بكرة تيجي تزور المركز. وطبعا من زار المركز خلاص ما عاد فكينا، احنا دخلناه بطولة مباشرة. هي اللجنة مو اللي فيها المجرم المقيرن على ايوه ما اعتقد ايوه ايوه احمد المقيرن، احمد المقيرن. اي احمد المقيرن، ايوه وفيها كمان اللي في الهلال على ما اعتقد حق كرة السلة. البيشي. انا حضرت لهم النهائي في جدة، كان كرة السلة المتحركة على الكراسي المتحركة بين الرياض وجدة، حضرت فيها دعوة من اللجنة. والله اسمها صعبة يا دكتور، اعذروني اسمها البارالمبية. صعب، اسمها صعب صراحة، صعب اسمها صراحة. لكن والله استمتعت بتواجدي مع الناس دول. الله يجزاك كل خير يا دكتورة على الشيء اللي تقدمينه، بصراحة شيء كبير. الله يسلمك. لكن أنا برجع أسألك سؤال، ليش اخترتي عبد الله بالذات؟ لأني ليش عارفة اهتميتي أنه بهذا الشخص؟ أولا لأنه من مثل ما قلت لك من ذوي القمم، عنده هدف يبغى يوصل له اللي هو الحصول على المركز الأول في بطولة البوتشيا، وما قدر يحقق هذا الشيء بسبب الظروف. أنا حلو حابة إني أنا أوصل لهذا الهدف بإذن الله بمجهوداته طبعا بالشيء اللي هو حابب انه يوصل له. فعلى طول من اول ما جاني اليوم زي اليوم كذا على طول دخلناه بطولة مباشرة. ما شاء الله، يعني اي والله ساعدتوا انتوا ساعدنا. ساعدتوا وغير كذا اي استاذ عبد الرحمن الشعلاني ما قصر، كانوا كلهم احتواء احتواء جميل جدا لدرجة انا كنت مبسوطة. يعني طبعا عبد الله بعدها شاف الاهتمام مننا كلنا، يعني بس خصوصا انه انت ليش يا دكتوره انت سويتي معي هذا الشيء؟ طبعا انا الفضل عم يرجع مستغرب، لرب يعني مستغرب العالمين. هو مستغرب. مستغرب ايه، والفضل يرجع لرب العالمين. يعني انا اهتمامي في ذوي الهمم ترى اهتمام
يمكن ما يلامسهم مباشرة، أنا من بعيد لبعيد أسوي الشيء يعني كسب الأجر من رب العالمين. وعبد الله كان من الأشخاص اللي كانوا يهموني يعني. دكتورة بس في ملاحظة، ما ننسى بعد أخواني أعزائي أستاذ عصام المعيقي اللي كان يتواصل معاي على طول بالخط. عبد الله تعال، طبعا يقصد هو لاعب من لاعبين السلة. ما أنسى مجهود الكابتن يوسف وأخوي عزيزي فيصل الله، واللي كان يتواصل معاي بطريقة أنا ما كنت متوقعها. يا دكتورة ممكن أنت وصلت الكلام كله كان، والله يا دكتور أني داخل النادي أقول أنا ما يهمني الآن، أنا أعطي هدف الآن. بالي أول ما دخلت أتذكر قلت لازم زي ما عطوني، وشوف الاهتمام هذا حتى الوالد لاحظ شيء. يا دكتورة ممكن أنت تعلمي عن التغيير النفسي عن طريق النادي وخارج النادي، في مجهود كبير الواقع للحظة. طبعا فأنا أقول لازم، أنا في كلام حاب أقوله، ترى الشيء اللي انتم ما تلاحظونه العائلة لها دور كبير يا دكتور. طبعا اي طبعا اول داعم بالنسبة لك طبعا. العائلة لها دور كبير. انا يا دكتور وفي شيء مهم يا عبد الله ايه قبل العائلة، تفضل. المجتمع له دور مهم ترى. صحيح المجتمع له دور، المجتمع له دور يا كابتن طلال، بس انت كذوي هبط زي ما قالت الدكتورة لازم تطلع للمجتمع. انا صحيح 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 كنت اخجل اني اطلع قدام الناس. لما طلعت مع الاستاذ تركي العجمه وشفت انت الصوره هذه الجميله اللي اهنيك انك حطيتها، هذه الصوره سهل. كانت من رب الكتاب. اذكر الموقفين، جيت قلت ابغى اقابل الاستاذ تركي العجمه، قال تركي العجمه ترك القناه. فاصروا علي اني البس المايك واصور خلف شعار قناة الإخبارية، فكانت أحلى مقابلة. ما أنسى بعد الأستاذ صلاح الغيدان نعم اللي نعم الدافع، والأستاذ داوود الشريان. بس ما أنسى أشكر يعني بصراحة الأمير وليد من طلال، والأستاذ تركي العجمة، وقناة وطانة خليجية، والعاملين فيها على الدعم الكبير اللي شفته والكلام اللي سمعته. أنا فعليا أشكر زميلي وصديقي الأخ عبد الله أبو عيان، واحد من أقاربي الجميلين، اللي أقول له شكرا على الفرصة الجميلة هذه اللي طلعت بقناة كبيرة يعمل فيها الأمير وليد. تفضل يا كابتن، تفضل يا كابتن، عندك المايك. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. اللقاء كان جميل وكان عفوي، وأهم نقطة قلتها في اللقاء، كنت أتمنى أهدي ميداليتي هذه للأمير نواف بن فيصل، فكانت أحلى مفاجأة لي ما شاء إني الله أسمع كلام عن إعلامي الكبير الأستاذ الكبير خلف ملفي أبو، يعني خلف منفي من الإعلاميين اللي أرفع القبعة والعاملين. ولا أنسى اللي كانوا معي في اللقاء، الأستاذ عبد الله فلاتة والأخ أبو يعني ما أذكر الاسم، لكن كان لقاء جدا رائع. تفضل يا كابتن. فكانت تستاهل هذه حبيبي. انطلاقتي، كانت هذه انطلاقتي بعد ما طلعت مع الأستاذ تركي العجمة. ما أقدر أنسى حفل هذا الرجل علي، دعم ما شاء الله نفسي ومعنوي ودعم إعلامي كبير. النقطة اللي حاب أقولها، أنا بعد هذا اللقاء صرت أطلع لقاءات خارجية، أغطي تغطيات خارجية بجوالي الشخصي، وأتكلم كأني جاي أغطي احتفالية كبيرة يعني بصراحة.
رحت من معرض الكتاب، شاركت في عدة معارض بسبب أني أبغى أوصل للإعلام لمصلحة الرياضة لذوي الهمة ومصلحة الإعلام السعودي اللي يبغى يعرف عن ذوي الهمة أشياء جميلة. ما شاء الله تبارك الله، سيرة جميلة وعطرة، كلام جميل من شخصية جميلة. أنا أحب أحاور ترى إخواني ذوي الهمم أو ذوي الإعاقة مسمى معتمد من المعتمد الرسمي من دولتنا الحبيبة، وذوي الهمم معتمد في دول الخليج، لكن إحنا بنسميهم ذوي الإعاقة لأنه هم كلنا، أنا أعتبر أنا طلال والبحري والناس الموجودين كلنا ذوي الإعاقة بصراحة، لأنه كلنا نحتاج بعض، كلنا مكملين لبعض، كلنا نحتاج بعض في بعض الأمور، في بعض الظروف، في بعض أنت صغير تحتاج أمك وأبوك، وأنت كبير تحتاج قرب أبنائك فيك، فكلنا ذوي الإعاقة. اليوم عبد الله يعطينا نموذج مشرف صراحة، نموذج كبير في الكلام الجميل، في الحوار الجميل، في الشخصية، وما نسي أي أحد، يعني ذكر أسرته، ذكر أخوانه اللعيبة، ذكر الناس اللي أشرفوا على تدريبه، ذكر الدكتورة مي وتواجدها، ذكر الكابتن أحمد، ذكر الناس المحبوبين اللي معاه. أنا فخور ومتشرف هذا الشيء، وبستغل الفرصة بتكلم مع الكابتن أحمد إذا تسمحوا لي. سؤال كمان الكابتن أحمد، تفضل كابتن أحمد. تفضل كابتن صلاح، تفضل. أول لقاء لك مع عبد الله، كيف كان ردة فعلك في هذا اللقاء، وكيف كان شعورك مع أو تبادلك المشاعر مع عبد الله؟ طبعا أنا تطبيق التيك توك، أنا أتكلم تطبيق التيك توك. التيك توك أنا أعرفه قبل التيك توك ترى. ما شاء الله تبارك الله، حلو. أنا عرفته في نادي الشباب، أول ما جيت عشان أوقع العقد نادي الشباب، من أول الناس اللي استقبلني في الشال الشباب، وهنا عرفته. الله يحييك. وبعدين قاعد أتابع من بعيد لبعيد. يعني شبابي عبد الله. إيه شبابي هلالي. هذا الشباب. هذا العشق الأول. العشق الأول تحب الشباب. والعشق الثاني بعدها انتقلنا لنادي الشباب، لا تقولنا اترك بعدك، لكن حب نادي الشباب ما نساني. في موقف جميل يا كابتن احمد انا عشته، ولا هون الكابتن قال، اذكر مره كنت مع الكابتن الرائع المدرب الخاص كابتن مبارك القحطاني، دعاني النادي هنا، يوم نسبني في يعني انا لما دخلت نادي الهلال كاني داخل يعني بيت الثاني على ايام الامير نواف بن فيصل على ما اعتقد، فكنت فدخلت على اساس اني اخذ تقويه العضلات في مويه يعني عشان تقوي العضلات وكذا، فتتسف بال الإدارة واللعيبة. حتى أذكر الموقف لما دخلت الملعب وشفت استقبالهم وترحيبهم فيني كان كبير، وأكبر شرف لي كان ما أنسى الموقف هذا، ردة الفعل اللي شفتها من الإدارة يعني كل مجالات النادي المفتوحة لذوي الهمة، سواء في نادي النصر أو في نادي الهلال أو في جميع الأندية، اللي يقول ذوي الهمة ما خلق حقهم في الأندية الرياضية، أنا أقول لكم لا، هذا الكلام غير صحيح. تقدر تحضر النادي وأنت معزز مكرم، تدخل كأنك واحد ماخذ عضوية شرفية، هذا اللي أنا أشوفه. طبعا يا اخوي طلال، الو تسمعني؟ اي معك. طبعا انا قلت لك اعرفه من نادي الشباب، اول ما استقبلني في نادي الشباب الشال الشبابي هنا عرفته، بس كنت اتابعه من بعيد، كان يحضر مباريات ويحضر التمارين. طبعا في ولد عمه هنا جريح، مسي عليه، من الناس اللي عرفتهم في البرنامج هنا، من الناس اللي تحترم صراحه، قال لي في ولد مع عبد الله. زين انا ما اعرف مين هو هذا، قال في ولد عمي اسمه عبد الله، بتشوفه احنا يا كابتن بتعرفه. قلت طيب، تفاجأت يوم شفته،
من الناس الجميلة أخوي عبد الله، يطور نفسه بشكل يومي، عنده أفكار جميلة، عنده أسلوب جميل، أدب في الحوار، من الناس صراحة اللي أنا أتشرف يعني أني عرفته، وأنا وعدت وكرمي أن أجيهم في مغرهم إن شاء الله في الرياض أقرب فرصة، وناس جميلين هي كرمي. أنا بالنسبة لي عبد الله يعتبر غدوة للزملاء الموجودين، شفنا ناس كثيرة، بس كيف برنامج التيك توك أنا أول مرة أشوف عبد الله أفكار جميلة، يتحاور معك في موضوع، يعلمنا دروس نتعلم منه، عشان كذا بالنسبة لي هو بطل، وبطل الحلقة هذه كلها، والله يوفقك. الله يسلمك. ولد عمو شو اسمه؟ جراح؟ ولد عمو ولا جريح؟ جريح اللي تحت، هذا الجريح اللي تحت. ايوه بعدين اذا قبل ما تجي الحلقه انا بنزل وخليه يطلع يتكلم معاه. اوكي ويتكلم معاه كابتن طلال. كابتن طلال سم حبيبي سم. انا بصراحه حاب اقول بس لاداره نادي النصر واداره نادي الشباب كلمتين، اعطني فرصه على هذه الادارتين تستحق مني، ولا واداره الهلال حاليا الاستاذ فهد بن ناقل. طبعا انا لي مساحات كبيرة الفترة هذه، لكن اللي ابغى اوصل له ترى الانديه الرياضيه فاتحه بابها للصغير قبل الكبير. ما شاء الله تبارك الله. انا حصل معي موقف مع اداره نادي الشباب مع خالد بن سعد والاستاذ خالد بن مره حلو. جيت وطلبت، كان في الاستاذ طلال علي الشيخ طلال النوفل ابو محمد الله يبارك فيك. جيت وطلبت اني ادخل، قال لي الحارس لا ممنوع. فاصر مو طلال النوفل، عبد الله النوفل ولا ايش اسمه؟ لا طلال الاعلامي. الاعلامي اللي في قناه في مع وليد الفرج. ايوه النوفل اسمه طارق. فجيت دخلت النادي، كان علي وخالد بلطان. دخلت وكان في عبد الله القرين على ما اعتقد احد الاداريين، فقال لي الحارس لا ممنوع تدخل، المدرب معنا. فاصر خالد بلطان بعدها بيومين، هذا اللاعب هذا عبد الله لازم يدخل النادي اي وقت، متى ما يبغى يدخل. فقلت له يا ابو الوليد انا جايك للطلب مهم. قال لي امر. قلت انا حاب اني اشارك في المركز الصيفي تبع النادي. قال لي ليش؟ قلت له انا عندي ابغى اشوف المركز وعامل المركز فعليا. يا كابتن احمد، يا كابتن طلال والدكتور مي، شفت حاله غريبه عجيبه، يعني غريبه وتخليني ارفع راسي. اللاعب يعني الاخ العزيز عبد الله الشمري من اصحاب الهم، عنده اعاقه شرعي كامل، بس لما تشوف هذا الرجل تشوف ابتسامه ضحكه عطاء داخل الصالة، تفاعل أصحاب دولهم من جميع العلاقات معاه ومعينا بالذات شيء عجيب قريب. فأنا دخلت الصالة، دخلت المركز الصيفي، بعدها أصريت أن يكون مع نادي الشباب، لكن اللي وصلت للإدارة تغد نادي هذا راح يستمر، وكان بدعم من الأستاذ خالد البلطان ودعم من الإدارة بالكامل، سواء مديرين تنفيذيين سواء اللي ماسكين المواقع. العجيب الغريب أن أحد المباريات في الفريق الأولمبي كنت حاضر في مباراة بين الشباب فريق أولمبي وفريق النصر أولمبي، أخذنا المركز الأول في البطولة 5-0، وخدت
صورة تذكارية مع اللعيبة. الصورة هذه التذكارية أهديتها لإعلامي الكبير اللي يتشرف فيه الأستاذ تركي العتمة، وأهديتها لقناة روتانا الخليجية، وأهديتها لأميري وعزيزي الأستاذ وليد، يعني الأستاذ يعني الكبير وليد من طلع ورايح فيه، ويعطي العافية وقول له جواك الله مع إدارة نادي الهلال اللي يرفعها وكذا. طب ممكن تسمح لي يا كابتن عبد الله والدكتور أبي وكابتن أحمد أن نقدم هدية للمتابعين الموجودين باسم الكابتن عبد الله للموجودين هنا في البث؟ ممكن ولا مو ممكن؟ هدية مقدمة للناس الموجودين هنا. وهذا صندوق هدية من الكابتن عبد الله للموجودين كلهم في هذا البلد. هذه الهدية أنت قدمتها للناس الموجودين في هذا البث يا كابتن عبد الله. أنت تستاهل بصراحة. أنا ما تعرف ساعتي لا توصف بتواجد كابتن عبد الله والدكتورة مي اللي تعرفت عليها، يمكن أمس تعرفنا على بعض وشفتها في البثوث، شفتها مع دائما متواجدة مع أصحاب الهمم وذوي الإعاقة بمرحب كلامها الجميل بصراحة. أمس شفت يعني شفت غدير على ما اعتقد دكتوره. أيوة غدير. غدير وفي واحد ثاني كمان بدر ما شاء الله تبارك الله. وهذولون ان شاء الله في الايام القادمه نستضيفهم ونكون معاهم. عندك سؤال يا دكتوره عبد الله؟ ايوه عندي كذا سؤال، وكنت اتمنى من زمان اني انا اعرف الاجابه عليه بس ما حصلت الفرصه اني اساله. عبد الله، بعد الانقطاع عن النادي شعرت أنت بإيش؟ بالاشتياق الرجوع للنادي أو الانتماء؟ إيش اللي حسيته لما أنت رجعت؟ يا دكتورة، هذا انتماء البيت الثاني، بيت اللي أنا أعتبر نادي الرياض بيت الثاني فعليا. يا دكتورة، نادي الرياض عطاني مجهود، عطاني الفرصة اني اكرس وقتي عشق للرياض. انا لما دخلت النادي ما كنت يعني كنت خجول اني امارس الرياض، ولكن العطاء اللي جت داخل النادي من الاداره كامله، ما ننسى يعني عطاء الاخوان اللعيبه الفريق كامل سواء في العاب القوى ولا في لعبه البشر. شفت ترحيبهم فيني وعطاهم، شفت ترحيب الأستاذ عبد الرحمن الشعلان، ترحيب الأستاذ فيصل الناخب أخوي عزيزي أبو عبد الله اللي قدم له التحية، اللي كان معاي خطوة خطوة، زملائي داخل الفريق أخوي عصام البعيطي زميلي ومدربي اللي له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى الأستاذ يوسف جامي، كان فرحة فيه بالعودة. وأذكر كلمة لي اللي أول ما دخلت قال عبد الله أنت أساس بالفريق، أنت إيجابي وانك الطاقة الإيجابية، لأن أنت مارست اللعبة وعشت معنا قبل ما يدخلون الشباب، فإحنا نبغى نأخذ منك هذا العطاء، نبقى يكون أخوانك العطاء داخل الملعب أو خارج الملعب. فقلت فأنا هدفي الآن مصلحة نادي الرياض وزملائي في لعبة البوتسيال، وإن شاء الله أمنية قلتها في بث الأستاذ حريب إني أرفع علم المملكة العربية السعودية أنا والفريق كامل، ونرفع ميدالية أولمبية نهديها للوطن، ونهديها نهديها للناس التي تعمل في اللجنة الأولمبية أعطاء بلا توقف. فضلي دكتور مي.
طبعا استاذ طلال، انا لما شفت اللاعبين او اصدقاء عبد الله لما كانوا في استقباله، شفت الاشتياق لعبد الله كيف واحتوائهم له. طبعا خلاني طبعا اجلس معهم جلسه بدون عبد الله، وهذا الكلام يمكن ما يدري عنه الا اليوم. كنت اقول لهم لا تسببون لعبد الله ضغوطات، انا ابغاه يرجع هو من نفسه عشان هو عارف مصلحته هي وين بالضبط. ما ابغى منكم تجبرونه على الرجوع، ما ابغاكم تجبرونه على انه يمارس، ابغى هذا الشيء يجي من نفسه، لان الاراده الداخليه لو ما طلعت من نفس الشخص ما حتكون بنفس بالشيء اللي هو المطلوب اللي احنا نبغى نوصل له. فجلست معاهم صحيح. جلسه وبلغتهم هذا الكلام، ففعلا يعني حسيت انه عبد الله اتخاذه للقرار بالرجوع كان مفكر في حاجه كويسه اللي هي مصلحته وممارسة للرياضة والنشاط والعودة يعني إلى الملاعب من أول وجديد. أشكرك يا عبد الله من جد يعني، لأنه أنت فكرت بنفسك. ما اسمحي يا دكتور، حاب أقول كلمة وأنت تتكلمين. تذكرت موقف مرة جميل مع معلم عزيز علي جدا، يعني الله يرحمه، يسكر الجنة، دعاء له والرحمة، إن الله يرحمه وهو يسكر الجنة. أنا هذا الرجل له فضل على عبد الله كبير، دعم عبد الله في الابتدائي، دعم عبد الله في الثانوي وفي المتوسطة، دعم عبد الله داخل المدرسة، كان واقف مع عبد الله. ما أنسى عطاءه داخل الملعب. مرة دخلت عنده في المكتب يا أستاذي طوال، وأنا أحس بمشاعر غريبة، يعني أبغى أتكلم مع أي شخص مش قادر داخل المدرسة. فأذكر مرة جيت قلت له أنا والله في وقت من التبسي في كذا شيء خاص يا أبو نواف، أبغى أتكلم معك. قلت أنا أقوم الحين يا أكون إعلامي ولا رياضي ولا افتح لي مشروع. قال لي كذا بالحرف الواحد، قال لي عندك إرادة تقدر تحقق الشيء اللي انت تبغاه. طلعت من المكتب، سبحان الله، طلعت من المكتب فقابلت احد المدرسين اعطاني ذي الطاقة اللي تقول، تحولت من إيجابية لسلبية. بس انا ما كنت اسمع له، كان يقول لي تحدك قطاع خاص وتراك انت يعني ما راح تكمل لو قطاع خاص. وفعلا اثبت له هذا الشيء. وجيت بعدها بثلاث ايام بالمدرسة، في واحد من المدرسين مصلاوي ورياضي، طبعا يمارس الرياضة عندنا مدرس رياضة، قال لي عبد الله انصحك لا تدخل النادي. ليش؟ قال لي انصحك لا تدخل النادي لانك انت راح تتعب، ما راح تشوف مجهود. فسبحان الله الآن يا كابتن مشعل، في أنا كل لقاء أطلع فيه يجيني ردود فعل من الناس، من أصحابي. في واحد من أصحابي موجود عبد الله الماكي، يذكر هذا المواقف اللي كانت بيننا. كنت أقول له أنا أقدر أمارس الرياضة، كان يقول لي عبد الله حتى كيف تروح. لما شافوني أصر عبد الله انه يدخل النادي، ودخل النادي وشاف العمل داخل النادي، عبد الله كان متعجب، كان يقول عبد الله ما كنت اتوقع ردود الفعل هذه. فانا اخذت الكلمه الايجابيه من هذا المدرس واطبقها الان، واقول اي ميداليه واخذها هي باسمي باسمه هو، لأنه كان دافع لي داخل المدرسة وخارج المدرسة. سبحان الله بعدها بسنتين تكرمت، بعد ما سمعت خبر وفاته تكرمت وتكرمت من وزارة التربية والتعليم في منطقة الرياض في معرض الرسم، وشاركت برضه في مسرحية مع وزارة التربية والتعليم في المدارس.
ما شاء الله تبارك الله. حلو كابتن طلال. طيب تفضل حبيبي. انا بس بقول حاجة بعدين بنزل من القست عشان اللي بيطلع يسأل دكتورة مي ولا أخوي عبد الله يتفضل. اول شيء مشكورة كابتن طلال على المقابلات الحلوة والكلام الجميل والدرس الجميل، دائما يعني تمتعنا سواء داخل الملعب ولا برا الملعب، فنك واخلاقك احترامك، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني عبد الله انت بطل وفخورين فيك. دكتورة مي شكرا على كل شيء تسويه. انا بالنسبه لي عبد الله شفته هو شرف نادي الشباب تحت اداره اتحاد البلطان، وهذا شرف نادي الشباب. شكرا يا اداره البلطان وشكرا نادي الشباب لكرم اخي عبد الله. انا اللي بقوله هذا شيء ما يكفي، انا بالنسبه لي لازم اللي تحت اداره الدكتوره مي واخوي عبد الله والناس الموجودين معاهم انهم يتكرمون مش في نادي الشباب بس، في نادي الشباب ونادي الهلال ونادي النصر، الانديه كنا في الرياض انهم يتكرمون حتى من الشركات ومدير الاعمال، لان ذيلهم الناس يستاهلون، ذيلهم الوقود الكبير اللي احنا نحتاجه، هم سندنا. انا اتمنى الشيء هذا ان الشيء هذا انه يوصل لتحت اداره الدكتوره مي واخوي عبد الله والناس اللي موجودين معاهم من اللعيبه انهم يتكرمون في كل الانديه ومن الشركات ومن رجال الاعمال. بس هذا اللي حبيت اقوله. قبل ما تنزل، قبل ما تنزل ترى العاملين في النادي الان بالفتره، العاملين داخل النادي كلهم من أصحاب الهمم، لا الكابتن عصام ولا الكابتن عبد الرحمن الشعلال ولا الكابتن يوسف ولا العاملين، كلهم العاملين من أصحاب الهمم زي ما قالت الدكتورة. يمكن الدكتورة تشوف الكابتن يوسف وتعامل معه داخل الملعب، تشوف الكابتن عبد الرحمن داخل فريق واحد. شوف كذا انا قلت انتم تحتاجون تكرمون من كذا جهه، مو من جهه معينه بس، كل الجهات سواء في الانديه ما دام انتم في الرياض تحت اداره دكتوره مي. الله يعطيك العافيه دكتوره مي، تستحقون التكريم انت والمجموعه اللي معاك واللعيبه اللي معاك كلكم تستحقون التكريم من الانديه الوسطى اللي في الرياض ومن الشركات ومن رجال الاعمال. الله يوفقكم وان شاء الله اشوفكم عن قريب انكم تكرمون في كل نادي في الوسطى، سواء النصر ولا الهلال ولا الشباب ولا نادي الرياض ولا الشركات ولا الاعمال. انتم تستاهلون صراحه، هذا اقل شيء قاعدين يقدمونه لكم، ان انتم تتعبون وتستاهلون كل خير. انا حبيت اقول النقطه هذه، والله يوفقكم ان شاء الله واعطي اي فرصه. انا بقعد تحت في الكومنت اسمعكم عشان اكيد ان في ناس تبغى تطلع قسم تتساءل معاكم. الله يوفقكم ان شاء الله. شكرا يا كابتن. شكرا. الله يسعدك. كابتن طلال في بس حابين نشكر زميلنا وصديقنا الكابتن علي مشبري المدرب فالعاب في رفع الأطفال اللي عمل واجتهد مع زملائي في صالح الحديد مع الكابتن يوسف. أنا لما دخلت النادي الفترة هذه أشوف جهد من الكابتن علي ومجهود كبير. أول لاعب دخل في النادي اللاعب الكبير البطل محمد الصامدي، دخل أول ميدالية حققها هذا الموسم في المركز الثالث، والمجهود الكبير اللي شفناه من الكابتن يوسف والكابتن علي والكابتن عبد الرحمن الشعلان، ولا ننسى مجهود الكابتن إبراهيم المصيص والكابتن عصام اللي كانوا يسجعون بالذات اللعيبة الجد ويعطونهم من عطاهم، وفي مجهود كبير من هذول الأشخاص. والدكتورة مي كانت تتواصل معاي وتقول عبد الله نبغى نشوف الأبطال هذول داخلنا، فكنت أنا والدكتورة مي نشتغل على هذا الموضوع. فلما دخل محمد شاف ردود الفعل وشاف المجهود قلت أنا مستعد أكرس كل وقتي لزملائي، لا من لعيبة ولا من إدارة. اللي شفته داخل النادي هذا الموسم والموسم اللي راح والكلام اللي وصلني كان شيء خالص. فأنا أقول شكرا للعاملين داخل النادي بالصالح الدحمان، الكابتن فيصل الناهض اللي يعملون، الكابتن عصام والإدارة والدكتورة مي،
واقع واقع اللي يبغى يدخل ابنه من اصحاب الامن. النادي مفتوح بس يكون يجي عن قناعة شخصية، ما يجي وهو يعني ترى النادي في أشياء جميلة راح يدخل ويستمتع زي حنا ما كنا مستمتعين بالصلاة صلوات اللي راحت. صحيح كابتن طلال، طبعا هو عبد الله يقصد انه فيه من ذوي الإعاقة في البثوث، طبعا عرفني عليهم عبد الله، من ضمنهم محمد وتقريبا اثنين من الأشخاص برضو ساعدنا بدخولهم للنادي ما شاء الله تبارك الله. اي والله، وبعدين حتى في مو بس في الرياض، في جدة وفي الشرقية وفي الطائف، في الطائف، في مكة، انا سمعت ان في مكة كمان في مكة. تعرف يا دكتورة اللي شدني في الحديث حق عبد الله وشدني في حديثك وتواجد الاخوان والاخوات معاكم، انه عبد الله دائما يذكر الناس اللي اثروا في حياته. صحيح. وقدموا شيء الكثير، وهذه وفاء ومن طيب هذه الشخصيه ومحبتها للناس، انه دائما يذكرهم بالخير في هذه الايام الفضيله اللي دائما ندعي للناس فيها، اللي نحبهم ان يكونوا في احسن حال ويتعدوا الظروف، اذا كان عندهم ظروف سيئه يتعدوها في هذه الايام الكريمه. ولاحظت عبد الله دائما ما شاء الله تبارك الله من خلال الساعه الكامله اللي قضيناها مع بعض، ساعه وست دقائق، انه دائما يذكر اسماء اثرت على عبد الله. فعلا. ايوه اثرت على عبد الله، منها الدكتوره، منها الكابتن احمد، منها ابراهيم البصيص، منها اللجنه الاولمبيه. لكن انا برجع الدور العالي كابتن، الدور العالي دور العالم والمجتمع، العائله والمجتمع، لكن انا بخرج عن هذه كلها. حلو. هل عبد الله اليوم يهم المتابعين اللي يتابعونه يقدم لهم محتوى جميل، محتوى يليق بالناس اللي يتابعونه، او عبد الله يبغى يرسل رساله للمجتمع انه احنا يا ذوي الاحتياجات الخاصه وذوي الهيم احنا موجودين، احنا نقدم رساله ساميه، احنا متكاتفين ومتعاونين؟ ايش الاشياء اللي عبد الله، هل عبد الله يبحث عن متابعين او يقدم رساله ساميه للاشخاص الموجودين من ذوي الاعاقه وحثهم؟ لاني انا اللي اعرفه يا دكتوره، يمكن صححي المعلومه انت استاذ عبد الله، كابتن عبد الله، انه في بعض من اخواننا ذوي الاحتياجات الخاصه مغلقين على نفسهم، يعني خاشين في بوتقه لوحدهم، ما يبغوا يظهروا للناس بسبب انه ما يبغوا الناس يشوفوا لهم او ينظروا لهم بنظرة، تقول نظرة شفقة أو إيه. وهذه تحس في النفس، حتى أنا يا طلال وأنت يا دكتورة، الناس السليمين أي واحد ينظرنا بالشفقة إحنا نحس في نفسنا ونحس بمضايقة. فأبا عبد الله يتكلم من هذه الناحية، هل هي اليوم أنا كعبد الله أقدم رسالة سامية وأبحث عن متابعين، أو إنه لا أنا أقدم رسالة سامية لإخواني ذوي الاحتياجات الخاصة عشان نكون متكاتفين ونمشي مع بعض في هذه الحياه؟ تفضل عبد الله. كابتن انا هدفي في هذا البرنامج والتواصل الاجتماعي في تويتر، في سناب، في اليوتيوب، في هنا في التيك توك، هدفي اوصل رساله ان الوطن عطانا وعطانا والعائله عطتنا، لازم نتكاتف كذوي همم ونتعاون، وأي شخص يقول أنا والله ما عندي مكان أروح له، لا عندك، عندك النادي، عندك الحلائق موجودة، الحكومة ما قصرت، الحكومة عطت، تعبت، يكفي 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 يكفي، أنتم لكم دور كبير لتوصيل الرسالة يا أصحاب اليمين. أنت لما تطلع تتكلم في الرياضة والسبور، تتكلم في التواصل الاجتماعي، صوتك يوصل لعدد كبير. أنا ما يهمني المتابعين، يهمني الرسالة توصل لمجتمع واعي وعارف كيف يتعامل مع هذه الفئة. مش هدفي، لا ممكن أنا ما
ممكن انا افتح بث لا ما يهمني لو يدخل عندي واحد يستفيد انا اطلع بخير وبركه. انا رسالتي بس لا يهمك المتابعين، يهمك رسالتك الهادفه، ولا يهمك والله يهمك، لا يهمك لا المتابعين ولا الدعم اللي يجي هذه المرامل، لان عطائك الناس اللي راح تتكلم عنها مش ويتكلمون عن وش انت قاعد انك انت داخل جولات، انت داخل هنا تقدم رساله، انت لما تدخل باحترامك بتقديرك الناس راح تقدرك. كل بث لا ادخله الناس راح تفيني، لاني انا انسان داخل برساله هادفه ترفع بلدي وترفع عائلتي فوق. ما ادور على الشغل، ادور على رضا بلدي ورضا نفسي ورضا اهلي اولا واخيرا ورضا الله سبحانه وتعالى. فلا تفكرون ان داخلين هذه البرامج للمتابعين، ترى المتابع بيروح لكن رسالتك لها السامية هي اللي توصل، صحيح. وكل الهدايا اليوم المقدمة في الصناديق ترى كلها مقدمة من عبد الله بمناسبة تواجده معايا، يستاهل عبد الله الحضور، ونرحب بجميع المتواجدين من اخوان واخوات اللي حضروا بث عبد الله اليوم. عبد الله انسان بصراحة جميل مع الدكتورة كمان مي بصراحة. تفضل الله دكتور قندس المايك. في رسالة بس أبغى أوصلها بس لعبد الله وأصحابه وأصدقائه واللاعبين، إن إحنا فريق نحاول يعني في نادي الرياض لذوي الإعاقة دعم اللاعبين بالدعم المعنوي النفسي والدعم المادي أيضا، يعني الله يقدرنا بس إن إحنا نعطيهم الشيء اللي نقدر عليه أو المستطاع اللي نقدر عليه عشان نشجعهم نحفزهم على الرياضة وللعبة، ونقول لهم إنه الرياضة ترى يعني صحة للبدن وصحة للعقل في الوقت نفسه، يعني حتى يوصلون للأهداف اللي هم طامحين لها أو مرجوة منهم ومننا إحنا كمان لحصولهم على مراكز مرضية في البطولات بإذن الله. أتمنى يا عبد الله، طبعاً أستاذ عبد الرحمن الشعلاني ما قصر معاي أنا بالذات، لأنه أنا اللي بلغتها عن أصحاب ذوي الهمم أو ذوي الإعاقة في البثوث إنه محتاجة دخول النوادي لممارسة الرياضة للخروج من النفسية اللي هم كانوا موجودين فيها، إن كانوا يمرون باكتئاب إن كانوا يمرون بوحدة، المركز موفر لهم بالكامل ومهيئ لهم بالكامل، مركز حكومي، الكل اللي موجود في الرياض الله يحييه عندنا، يعني ما في أي صعوبات أو إعاقات أو أي عقبات انه ما يدخل هذا النادي ويمارس الرياضه اللي هو حابها. يا دكتور مي، بس انا حاب اقول نقطه. انا اول ما دخلت يعني على طول خلال اسابيع اوراقي خلصت، يعني ما في ذيك الصعوبه اللي تقول والله ممكن يطول، لا خلال ايام اوراق جاهزه كلام فعلا. بس لازم انت تثبت لنفسك وتثبت للمدرب انك انت قادر انك تكمل في النادي. ترى بقول ملاحظة جدا دقيقة يا دكتورة، ترى المدربين والإداريين يجوب قبل لعيبة، أول ما ندخل على طول على التمرين، ما في تبغى تعرض داخل الملعب لازم تكون روحك رياضية. هذا الشيء يعني احنا وجدنا في هذا المكان من اجلكم انتم، اكيد هنا عشانكم انتم. طب سؤال عبد الله وسؤال الدكتوره مدام موجوده معنا، تحصل تنمر عبد الله؟ بصراحه لا. داخل النادي ولا خارج؟ داخل النادي ولا كله في التواصل الاجتماعي، في حياتك الأسرية، في حياتك العادية الدراسية. شوف
شوف انا لو بسمع للتنمر ما راح انجح يا كابتن طلاب. انا اقول لك حاجه جدا جدا واضحه يا كابتن طلاب، ترى انا من الشخصيات اللي لما اطلع واجي البيت ما اريح. تدري ايش اسوي؟ اول مره اصلح بهذه المعلومه للدكتور امي والخبري، اجي بالمدرسه على طول على غرفتي احل الواجبات، ما اخلص الا 7 المغرب من الساعه 1 الظهر يقوم 7 المغرب. وهذه الملاحظه يمكن كثير ما يعرفها، اول مره اصلح فيها. حلو، تفضلي دكتوره. طبعا سؤالك انه التنمر موجود، اكيد التنمر موجود سواء في السوشيال ميديا كامله، بس انا ابغى اقدم لذوي الاعاقه انه ما يسمعون لاحد، وانه اذا عندهم ثقه بنفسهم، ثقه في قدراتهم، في مهاراتهم، لا يسمعون لاي احد يتنمر عليهم او حتى يكسر من مجاديفهم. صحيح. بالعكس صحيح. دائما انظر لقدام، يعني ما في شيء في الخلف التفت له نهائيا، دائما عيني قدام، ما في اي شيء يخليني ارجع لورا نهائيا، لا انسان ولا حتى مفاهيم ولا حتى انا. عندي ثقه بنفسي، بالعكس امشي خطوه لقدام، انجز مهاراتي، اكملها، اعطي قد ما اقدر. ما دام انا عندي ثقه بنفسي انتهى الموضوع، ما حد يقدر ياثر فيني او يجيني تاثير خارجي من برا. دكتوره بقول حاجه، أنا بتكلم معكم بكل صراحة. ما في أحد، ما في إنسان ما يمر في هذه الأمور، بس أنت كيف تثبت للمجتمع أني أنا ترى ما أسمع لكلام هذا؟ خروجك للمجتمع مع أهلك وقاربك هو الدافع. أنا بقول لكم ملاحظة جدا دقيقة، أنا مرة دخلت على الدكتور محمد باقري من مصر في نجدني سلطان، دخل علي في الغرفة وقال لي عبد الله، كان يكلم الوالد، كان يقول لي عبد الله، كان يقول الوالد عبد الله طيب خجوة ما يتكلم معانا، قال ترى عبد الله يمكن ما يتكلم معك، لكن لما يبقى يعطيك أفكاره يعطيك إياها وهو مقتنع. أنا أشكر الوالدة والوالد اللي كانوا مشجعين لي سواء في المدرسة سواء في التحفيظ. لما كنت طالب كنت حتى أطلع من المدرسة وعلى طول على دوامي يوم الأربعاء والخميس، ما أداوم في المدرسة، أداوم في قطاع خاص، أداوم 6 ساعات أو 8 ساعات في اليوم. كان زملائي في الدوام يا دكتور كان يقول لي عبد الله ريح، كنت أقول لهم لا، الدوام حق زي ما أعطيتوني تأخذون مني أكثر. والجميلة دكتورة، أذكر أحد الزملاء ترك الوظيفة وقال لي عبد الله أنا تعينت في شركة ومستقوني في العلاقات العامة أو مدير تنفيذي في الشركة، أبغاك معاي. قلت له يا أبو عبد الله صعب أنا على كرسي وكذا، قال لي لا أنا محتاجك تعال. والله وقعت العقد وأنا مدير وظيفته، لما دخلت مسكني مدير توظيف ومسكني كتابة الخطابات. ما شاء الله، يعني خليني أكتب الخطابات وأطبعها، ومدير توظيف اشتغلت معاه صنف سنوات كانت متواصلة يا دكتورة. تعين، ترك الوظيفة واستمريت أنا، ورجعت بعطائي داخل النادي، وكانوا دائما يقولوا لي زملائي يا ليت عبد الله العطاء هذا نشوفه داخل الملعب. كنت أول بصراحة لا تفعل حاجة، كنت أول أفكر أني أعطي أكثر وأسوي مجهود أكثر، لكن اللي كان يخليني أبدع العطاء داخل النادي وخارج النادي شفته
مع العائلة والناس اللي تقدر عبد الله. طب إذا تسمح لي تسمح لي كابتن عبد الله الدكتور الدكتور الله تسمحوا لي أرحب بالكابتن سفر الحباني من ذوي الاحتياجات الخاصة وكرة المتحركة بكرة السلة، نجم كبير وصديق عزيز صراحة لي، تعرفت عليه من سنوات كبيرة واليوم إضافة لنا مميزة، يبقى يسلم على عبد الله وعليك يا دكتورة. من أكثر الناس اللي كانوا يدعوني لحضور المناسبات الرياضية من حق تابع لذوي الإعاقة. راح فيك يا سفر حبيبنا، يا سفر يا سفر يا مرحبا يا كابتن، الله يعطيك العافية، يا هلا وسهلا الجميع، الله يسعدك ويوفقك. أنا دائما عندك اليوم صديقك عبد الله كابتن سفر والدكتورة مي معانا متواجدين. والله هو ما شاء الله عبد الله هو اللي ما دخلت إلا عشانه ما شاء الله، من كلامه زين وصراحة ومن همته، الله يوفقه صراحة. الله يوفقك ويرفع قدرك يا كابتن. بالعكس افتخر فيه والله عبد الله، وما شاء الله تبارك الله. عبد الله عبد الله من يوم ما بدأ اللقاء هو يذكر ان الشخصيات اللي اثرت في حياته الكابتن ابراهيم البصيص وشخصيات واخوانه اللعيبه في نادي الرياض. دحين اكتشفنا في نادي الرياض ونادي جده، سفر جده وعبد الله الرياض والدكتور مي في الاثنين. الله يسلمك. عد 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 نادي جده ونادي الرياض ديربي يعني. قوي 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 يا دكتور، قوي قوي قوي. ما في أسد حلوق إنه يوم. بالعكس يعني نادي الرياض والله ما شاء الله تبارك الله، يعني من الأندية اللي ما شاء الله نشاطاتها يعني مستمرة دائما طول السنة، وأنا فخور في نادي الرياض صراحة، وفخور إني يوم من الأيام لعبت في نادي الرياض يعني كاحتراف، يعني ترى عندنا احتراف يعني. ما شاء الله. قابلت عبد الله كابتن سفر قبل كده؟ تقابلنا اذكر بطولة كانت في الرياض، تقاولنا بس مين كسب؟ تشرف والله عبد الله اخوي، الله يسعدك ويوفقك. مين كسب سفر ولا عبد الله؟ تقاولنا قصة يعني كانت في بطولة بين النادي. لا لا عبد الله هو عبد الله عشان انا مسكين ما عندي شعر، عبد الله يفوز عليك. الله يسعدك ويوفقك حبيبنا حبيبنا. حاب أسأل الدكتورة سؤال. تفضل. ليش تخصصتي في هذا المجال يا دكتورة؟ سؤال مهم ترى. تخصصت في هذا المجال لي 22 سنة ترى على فكرة، مو ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. طب ليش تجهتي لهذا المجال؟ عندي مركز علاج نفسي وسلوكي، بعدها يمكن بست سنوات فتحت مركز تعليمي ترفيهي رياضي لذوي الهمم. حلو. إعاقات مختلفة، تخلف عقلي، نطق وتخاطب، صعوبات تعلم، توحد. صرت قريبة من ذوي الهمم بشكل غريب يعني وكبير كمان. بعد كذا بديت الاهتمام في جميع ذوي الهمم في جميع المراكز طبعا، ولما حصلت لي فرصة دخول وزارة الرياضة حبيت الموضوع كثير، قربت منهم أكثر. الدعم النفسي اللي أنا أقدمه كان يعني يسبب لي نوع من السعادة يعني طول الحياة، مو أنه بس فترة معينة، بالعكس كان طول الحياة يعني سعادة لا تتخيلها. أسرة، سوينا أسرة متكاملة في نادي الرياض طبعا، من الرئيس التنفيذي إلى العامل اللي إلى أصل المكان. إلى أصل واحد في النادي طبعا. من جد يعني بلا مبالغة، كلنا متكاتفين، كلنا نساعد بعض، كلنا نحب بعض، كلنا واقفين مع بعض، ما في أبدا أي شخص يكون لحالة، ما في أي شخص حتى لو مريض في البيت، جميعنا يعني نكون معه. ما تتخيل الموضوع كيف دكتورة، جزء من حياتي. دكتورة في موقف حصل معي مع الكابتن الله يكرمه بالخير فيصل النهر، كنت في المطار أنا وياه، هذا الموقف ما أنسى طول حياتي. فجاء جت الوالدة تأخذ من المطار، قال لا ما أروح الحين، عبد الله يركب التاكسي أو يركب سياسة يركب يجي أخوه يأخذ من المطار. فكنا نشارك بعض أنا وياه حتى في غرفة الراحة حقت،
كنت انا وياه دائما مع بعض. طبعا هذه الامور احنا ما ندري عنها، بس شوف كيف يا كابتن طلال، يعني حتى من بعيد لبعيد شوف كيف تكاتفهم مع بعض، ما شاء الله ما يتركون بعض ابدا، لا في المرض لا في الفرح لا في يعني في كل شيء. طب في سؤال الدكتورة مهم كمان، انت تخصصتي في هذا المجال من 20 سنة، حلو. حسيت يوم من الايام انه عبد الله واخوانه واصحابه انطوا على نفسهم، كرهوا هذا المجال، حسوا بتعاطف من الناس؟ طبعا في مراحل في حياتهم اكيد مروا بهذه المشاكل، مشاكل نفسيه، مشاكل كيف اكتئاب، كيف على اشتياق، انطواء. دخولهم اساسا للنادي كان اجتماع لنا وعلاج جماعي لهم مؤثر، كل واحد عرف ايش هي مشكلته وعرف ايش العقبات اللي يمر فيها، عرف. طبعا احنا في العلاج الجماعي دائما نخصص الحالات اللي تعاني من نفس المشكله، يعني لا يمكن اني انا اجمع شخص عنده اكتئاب وشخص عنده انطواء، حلو، لابد انه يكون المشكله نفسها، عشان لما الواحد يجي يشرح مشكلته او يحاول يعالجها واحنا كمان نتدخل في علاجها، لانه دائما الانسان علاجه بيده، يعني حتى لو كان طبيب حتى لو كان اللي موجود قدامه بيقدر يعالجه، العلاج الاساسي بيد المريض نفسه. واحنا ما نقول انه يعني بغض النظر انه على حسب حالات المشكله اذا كانت مرتفعه او متوسطه او ضعيفه، لكن انا اللي اقصده انه كل واحد كان يطرح المشكله، كان يحاول علاجها، كان يحاول ايش العقبات اللي مر فيها، احنا بعد كذا نناقشها مع بعض ونحاول نحلها كلنا مع بعض. يعني دكتوره انا بتكلم عن نقطه جدا مهمه ذكرتيها في اول النقاش لما قلتي لا حد يتكلم مع حد ولا ما يتكلم. تقول يا جماعة أول مقابلة بيني وبين الدكتورة كان في زميلي فيصل الله يذكره بالخير الله يعطيه العافية، جلس معي فيصل والدكتورة مي وأخوي عزيزي عصام العيطي الله يذكره بالخير، قالوا لي نقطة واحدة، قالوا احنا معاك ودعمي لك شخصيا، وهذا الكلام ما أقوله بس عشان لقاول، والله العظيم مشاعري لما تكلموا معي حسيت انك اني بين اهل وداخل بيتي الثاني، مش نادي الرياض، بيتي الثاني، انا اعتبر نادي الرياض بيتي الثاني. فالكابتن يوسف، كابتن عبد الرحمن الشعلان، كابتن فيصل ناصر، والدكتور مي كانوا دافع لي، حتى صبهم كان يكلمني يوميا، ها عبد الله وش اخبار النادي، ها وش صار. حتى اذكر يا دكتور تكلم معي لما كنا في اجتماع خاص، تكلم معي قال تمسك بالنادي لان احنا بحاجتك، فانا فعليا لكم فضل، لا انت ولا صبهم يصير ولا أخوي وزميلي فيصل ولا أستاذ عبد الرحمن اللي شجعتوني إني أجي بطاقة، شفتهم إخوان وأعزاء وأخصائيين أنا أسميهم نفسيين. تستاهلون يا عبد الله اللي نسوي لكم هذا، وشيء من واجبنا والله. الله يجزاك خير يا دكتورة. وعلى فكرة حتى اجتماعهم داخل النادي ترى ما يتوقف على اجتماعهم داخل النادي، نسوي لهم رحلات خارجية، نطلعهم نتعشى مع بعض كلنا لما نحس ان واحد منهم منطوي على نفسه وما يبغى يجي النادي او متردد في انه يجي النادي، بالعكس كنا نطلعهم برا على اساس يغيرون جو النادي، يعني مو ضروري انه يحسون بالروتين الدائم. كان كل شهر يعني تقريبا طلعة خارجية مع بعض ينبسطون فيها، يمارسون الاشياء اللي هم يحبونها باجتماعهم معانا حنا، يعني الناس اللي يحبونهم كلهم. غير كذا يا دكتورة، اللقاء اللي كان مع أخونا سياف والزملاء اللي حضروا كان
كان بالنسبة لي حتى زملائي أخوان أخواتي اللي معنا في الفريق وزملائي أصحابي كانوا سعيدين دكتور أنت لاحظت جدا. إيه جدا طبعا هو يقصد إنه جبنا لهم طرب داخل النادي خلينا هو يحب الطرب ها يحب الطرب يشعرون خطير عبد الله والله ما شاء الله تبارك الله يا دكتورة بصراحة ساعة ونص بصراحة قضيتها معاكم عبد الله كابتن عبد الله الدكتورة وسفر والكابتن أحمد والأخوان والأخوات بصراحة ما تمل الساعة ونص صراحة أتمنى أنك تتمدد وتتكرر دائما صراحة شخصيات جميلة شخصيات ملهمة شخصيات بصراحة محبة للخير فهذا شهر الخير تبى تقول شيء سفر قول والله أنا لفت انتباهي الاسم الأسطورة إبراهيم صيص حقيقة يعني هو يعني أنا أعتبره قدوة لنا كلنا صراحة الرجل هذا يعني يسوي حاجات ما حد يسويها يعني والله ما شاء الله يعني حتى في الرحلات الطويلة يعني من سافر اليابان من سافر الأماكن العامة تقريبا يشيلنا شيل أحيانا ما تواجد عربيات الطائرة فهو يشيل لعيبة شيل فيعاملها مو بس الله يجزاه خير أخ ويعني صراحة المدرب هذا إبراهيم صيص أنا أعجز يعني حروفي صراحة تعجز أن توصل لكم لكن والله صراحة أسطورة في الملعب وخارج الملعب. الثاني اللي أنا بقولها النادي جدا الأندية جدا مهمة ذوي الإعاقة وخصوصا دائما أوجه كلامي للحديثي الإعاقة ولأولياء الأمور اللي عندهم أطفال من ذوي الإعاقة. الرياضة هي اللي تبني شخصية الطفل من ذوي الإعاقة. الرياضة هي اللي تبني شخصية الشخص اللي حديث الإعاقة. يجتمع مع أخوانه من ذوي الإعاقة يعرف عن الإعاقة يصير هو بيته موجود تواجد فكثير يقول لك لا يعني لازم إنه يطلع هو راح يطلع من نفس النادي راح يتوجه للمجتمع من نفس النادي فالرياضة ترى جدا مهمة لأطفال ذوي الإعاقة يعني بس أنا حبيت أوصل لكم غير كذا يا كابتن ترى عمر المالكي صاحبك يا عبد الله تحت كل اللي موجودين اصحاب عبد الله كلهم انا شيرت لهم انا كلهم الحين بطلع جراح شوي اطلع واحد نتكلم طيب انا ما طيب. انا مقفل اليوم بجلس معاكم مبسوط انا بصراحه مبسوط الله يسعدك الله يسعدك يا رب بس يا كابتن انا حاب بس اقول لاخواني ترى حنا محتاجين وقفتكم مع بعض دعمكم لبعض وقفتكم الصادقة مع بعض أي وقت تحتاجون شيء تقول عبد الله موجود بأي مكان سواء صوتي اجتماعي أو خارجي أنا موجود وحساباتي التواصل الاجتماعي موجودة وتحت الأمر باللي أقدر عليه يا عبد الله احنا ما حنرضى بس بالبث أنا وأنت نقدم دعوة لكابتن طلال إنه يزورنا في النادي أبشروا بالعكس تشرفنا كثير دكتور مي أول مرة صلح بهذا الشيء ترى فيه مشروع كبير في جدة أنا قاعد أشتغل عليه من فترة طويلة وإن شاء الله بعد كأس العالم راح يكون في لقاء كبير في جدة في أحد المراكز بترتيب مع ناس في جدة أنا متواصل معهم ويشرفنا الكابتن طلال وتشرفينا أنتم وكابتننا إن شاء الله بإذن الله لا احنا نبي كابتن طلال يزورنا ان شاء الله في النادي في اللجنه البارالمبيه انا 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 استقبله واشيله ترى اصحابي المشكله اصحابي ترى كلهم اللي عندكم في اللجنه كلهم اعرفهم فضل سفر بصراحه دائما يعيني في جده المباريات الختاميه وتواجد معاهم بصراحه حتى كابتن سفر لو يجينا بعد بتكون فرحتهم كبيره يعني لما يشوفونكم مجتمعين بس بشرط شوفي انا اجي وبجيب الكابتن احمد البحري واجيب اغلب اللعيبه معنا بس ان نشارك معاكم مثلنا اكيد نشاركهم نفس الشيء نلعب معاهم بالكراسي المتحركه اللي تبغوا اللي تبغوا احنا جاهزين صراحه تفضل حبيبي كابتن
كابتن اعتبر اللجنة مرمية والنادي بالكامل تحت امرك وتحت هذا مكانه يا عبد الله، هذا مكانه. سؤال يا دكتوره، سؤال يا اخي، الاسم صعب، سهلوه شويه علينا والله صعب. ليش سموها هذه بهذا الاسم؟ مشتق من ايش؟ خاصه بذوي الاعاقه، البار اولمبيه، لانه في اولمبيه للناس السويه والبار اولمبيه للناس ذوي الاعاقه. يعني ذوي الاعاقه كذا والله صعب. أيوة يا اخي اسمها صعب صراحه. ادونا مصطلح سهل. كابتن طلال، انا قبل ما نختم صراحه، ماني خاتم، انا بطلع جراح وبطلع عمر، لان في ناس يستحقون صراحه، سواء داخل البرمجه ولا خارج البرمجه يستحقون مني الشكر، فلهم موجودين وحاضرين دائما مع عبد الله في اي بث يكون موجود فيه. وما شاء الله اخوانك واحبابك، وجراح ما شاء الله قاعد يقدم هدايا. يا جراح لا تقدم، احنا بنتقدم ضيفنا اللي قاعد يقدم الهدايا. عبد الله يستاهل متابعين. الله يستاهلون اخواني، يستاهلون اخواني. الله يسلمك يا حبيبي. واقول الرساله ما عليه كابتن طلال، قبل ما تقول رسالة، ضيفوا عبد الله، ضيفوا الدكتورة مي، ضيفوا سفر، ضيفوا الموجودين، ضيفوا بعض، خلي صداقاتكم مو بس في البرنامج، خلي صداقاتكم خارج البرنامج، نتعرف على بعض، حالة بعض، نتكلم مع بعض، نرفع طاقة بعض، نحتوي بعض، نتكلم مع بعض بصراحة. الدكتورة ما شاء الله تبارك الله متواجدة ومفعالة. تفضل عبد الله قول اللي تحب. أنا حاب أقول لحكومتنا الرشيدة اللي قدمت كل شيء وعطت مجهود، يعني نقول لأبو فهد، سلمان بن عبد العزيز، محمد بن سلمان، أمير رؤية 2030، الشاب الطموح اللي نقول له 2030 إحنا نفرح معك ونقول لك يا أبو سلمان احنا معاك برؤيتك، وان شاء الله نوصل من الاعلى للاعلى. وانا عندي طموح كبير اني اكون في دولة احقق جميع ما اتمنى مع الدولة اللي اعطتني من وقتها ومجهودها. ويعني بصراحة ولا انسى فضل الوزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والأستاذ خلف من الأستاذ الكبير رجاء الله السلمي وكيل وزارة الرياضة اللي يعطونا من مجهودهم. ما ننسى الإعلام الرياضي والإعلام يعني الخليجي اللي والله في تغطيات إن نتابعها في دول الخليج، في الإمارات، في قطر. أنا أتابع الإعلام وأتابع عملهم مع أصحاب الهمم. فعلا نشكر حكومة رشيدة على المجهود اللي هم يسوونه. الشكر لله أولا وأخيرا، شكر لله أولا وأخيرا ترى يا عبد الله. والحمد لله إحنا أولاد الوطن هذا الكبير، أولاد سلمان، أولاد محمد بن سلمان، وطننا غالي علينا، وإحنا اليوم سفراء. سفراء اليوم موجودين في تطبيق التيك توك، نقدم الشيء الفائدة. وبقول حاجة جدا مهمة ترى والله العظيم، عطى دول الخليج ما يكون بس والله أشياء جميلة. أنا تابعت عدة بطولات لكرة السلة وجميع الألعاب دول الخليج. أكبر دليل آخر بطولة للكابتن عصام البعيضي الله يذكره بالخير، يعني بطولة كانت جميلة وسمعنا عنها، بطولات خليجية يعني الحمد لله مع الكابتن إبراهيم والفريق كامل. يعني فنشكر حكومتنا على المجهود وستحق الدولة
لو نتكلم من يوم بكره ما انا فيها حكا تفضل يا كابتن. نور جراح حبيبنا. جريح يا هلا ومرحبا. جريح جريح منور جريح حبيبنا. ما باك تمدح حبيبي، اباك تذم في عبد الله، ما باك تمدح. والله لا انا 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 وجود اخوي وجميلي جريح. افتح المايك يا جريح. يعني ما اقدر اقول لا لا نبغى نسمع صوت جريح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. هلا والله جريح، كيف حالك؟ حالك بخير، عافيك يا كابتن. شلون نورت حبيبنا ابا جريح؟ ما باك تمدح عبد الله ولا تمدح الدكتوره. الو صوت واضح عبد الله؟ صوت جريح. صوت يا جريح. والله ما اقدر ما اقدر الا امدح الصراحه. تفضل. عبد الله صراحه في ميزه العناد الصراحه. بدأت تتكشف الأمور يا عبد الله الآن. لا الصراحة. شوف بقولك شيء يا دكتور. شوف غدير كمان تعال شوف سلم عليكم يا دكتورة. الله يسلم ويحفظ. بنطلعها بنطلعها غدير، أصبر يا غدير لا تروحي. يا رحب في ميزة إذا حب حط في رأسه شيء إنه يروح له بأي طريقة، لو يعني كانت ممكن خاطئ احيانا ان لازم يروح الهدف. لازم يجرب عشان اتعلم. لازم طبعا جريح من الداعمين الاقوياء لعبد الله. الله هو اللي داعمني يا دكتوره، وما شاء الله على قولته انت هو من ذوي القمم يعني ما شاء الله. اي والله ما شاء الله. يعني الكلام اللي تقوله عبد الله يمكن انا ما اقدر اقوله ما شاء الله عليك. طيب والله وحب يعني يقول حاب أشكر الوالد على الهدية اللي قدمها لي قبل 3 أيام بحضوري لكأس العالم. ما شاء الله. دعوة من إخواني من دولة قطر. وإن شاء الله راح تكون تبقى هناك بإذن الله على طريق التواصل الاجتماعي بإذن الله، وإن شاء الله تكون رحلة موفقة وإن شاء الله أغطيك بإذن الله. هذه الهدية اللي حاب أشكر والدي وأقول له شكرا على الهدية. الله يخلي لك يا رب. الله يسعدك. مفتخر فيك عبد الله. تريح كمان مفتخر بالدكتورة. الله شكرا لك يا دكتور اللي أعطيتنا الفرصة لبثك حبيبي وامتعتنا وخليتني اعرف عبد الله اكثر من اكثر. ما وانت تفضل حبيبي. يعني عبد الله انا بحكم اني في المنطقه الشرقيه بعيد عنه دائما يكون اتصالات، لكن يكون اتصالات في طلبات او حاجه احب حاب اني انفذها له، لكن المعلومات اغلب المعلومات اللي قالها في مجال الرياضي وهذه ممكن ما كنا نسولف فيها واجد، فالله يجزاك خير اني عرفتني فيها اكثر وقت. حبيبنا حبيبي الله يسعدك ان شاء الله، وانت من الشخصيات الجميله تعرفنا عليها اليوم. الله يحفظك جزاك خير. افتخر فيك واتشرف اني تواجدت في بثي مع عبد الله والدكتوره اللي زادوا البث نور بصراحه. كابتن انا في موقف جميل. عبد الله معلش عبد الله ما اقطع كلامك، بس عشان اذا في احد بيطلع بالقسط، وحاب اشكر بس الدكتوره انها ساعدتني اني ارجع النادي، ان كانت التيك توك ماخذ وقتها واجد وبس. شكرا لكم. شكرا كابتن بلال. انا حصل لي موقف في نادي الشباب مع احدي في جمعية اليتامى في الرياض، جمعية اليتامى في الرياض. في أحد الأخوان كان اسمه يوسف، كان عمره 9 سنوات، جايين زيارة للنادي نادي الشباب. فدخلت كنت قاعدة أنا والكابتن عبد الله، كان معانا الكابتن نايف لاعب الاتحاد الله يذكره بالخير. نايف مين؟ نايف لاعب الاتحاد ولاعب الشباب. نايف الزازي. نايف الزازي.
فكنت في النادي وجاء في أحد الأخوان كان عمره اسمه يوسف كان مع الجمعية وكذا قال لي عبد الله قال ممكن تستملك قلت تفضل والله يا كابتن طلال إن بكى قدامي فلما طلعت كذا قلت ليش تبكي قال أنا ما عندي إخوان أنا يتيم الأم والأب ممكن تكون أخوي ردت الفعل قلت قلت أنا ردت الفعل أنا شفتها مسكتها كذا بيده جلستها معاي في الطاولة قلت هذا أنا الآن أروح آخر كلت الإدارة وتواصل معاك والله من ليلتها يا كابتن إن الولد يعني لا كانت في صورة جميلة معاه وكنت لما كل مكان أروح له كان يجي ببالي هذا الاسم لأن هذه الكلمة أثرت فيني خلتني أحس إني لازم أعطي هذه الفئة وأعطيها من وقتي شوي الطفل عمره 6 سنوات يقول لك كلمة زي كذا أتمنى أن تكون أخوي كانت قوية علي بالنسبة لي أنا يا دكتور يا كابتن ولا تكون لك دكتور أخواني يا عبد الله كلكم أخوان بيد واحد الله يسعدك إذا تسمح لي إذا تسمح لي عبد الله والدكتور أرحب بالأستاذ محمد العبد الله الإعلام الجميل والمشرف اللي عندي هنا إنسان جميل بصراحة يقدم أشياء جميلة في تطبيق التيك توك راح فيك يا أستاذ محمد أستاذ محمد افتح المايك شوف كيف أنا قاعد أنظر تفضل تفضل عبد الله تفضل قبل ما يفتح المايك الشيء الجميل ترى 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 الشيء الجميل الجميل اللي لا خفته يعني كثير أذكر في واحد من المعلمين في تحفيظ القرآن جاء وجلس مع الوالد قال أم عبد الله يدخل معنا في التحفيظ تقول إني معه كان يشد علي في قراءة القرآن وأنا أخذت المركز الثاني في جمعية إخوان المعاقين المركز الثاني في جمعية إخوان المعاقين تكرمت من سمو الأمير الأمير يعني سمو الأمير تبع جمعية إخوان المعاقين تكرمت مرسين مدينة أو جمعية إخوان المعاقين ايوه جمعيه الاطفال المعاقين راسها الامير سلطان بن سلمان اي ففي قتل المركز الثاني والثالث واللي ساعدتني على هذا الشيء المعلمات اللي الله يعطيهم العافيه امي وتاجراتي اللي تعتبرني ولدها في الجمعيه وتقدمني مره تعتبرني حتى اذكر لما قابلت الأخت نور الحمودة ويعطيها العافية الكفيفة يمكن الدكتور ما يتعرفها قابلت معلمتي أم فهد الشهري الله يرحمه يذكر الجنة ودعا له بالرحمة وتوفى طبعا كان معانا في النادي كان عطاء داخل النادي أكثر منه كلعيبة طبعا كان جاي معاه أنا وياه دخلنا في نفس الوقت يعني الحمد لله فكانت داعمة لي شخصيا كمديرة على الجمعية كانت ماسكة قسم الإدارة وقسم الرياضيات في المدرسة ولا أنسى الدكتورة مي القحطاني والدكتورة أم عبد الله بلجوانة والأستاذة معها مدرسة القرآن الكريم اللي شجعت عبد الله أنه يدخل ويتكرم يعني من سمو الأمير يعني فالجمعية لها الفضل بعد الله سبحانه وتعالى على أنها تخلي عبد الله دراسيا واجتماعيا يطلع للمجتمع ما شاء الله محمد شاء الله. افتح المايك افتح المايك افتح المايك محمد ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفتح لكم المايك والكام كمان هلا والله سيد محمد الاعلام الجميل والشخصيه الجميله المتواجده بتيك توك مشرف عندي وصديق وعزيز صراحه اعرفك على عبد الله
اخوي عبد الله الضعيان والدكتور امي في بثنا البسيط اللي يفتخر وتشرف انه نور اليوم بتواجدكم وايد عبد الله والدكتور امي وتواجدك انت والاخوان والاخوات الموجودين. تفضل محمد. الله يسعد الله يشرف مجداركم. اول شيء بنورك يا دكتور الله يسعدك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا وامسيكم بالخير واقول لكم من هذا المكان كل عام وانتم بخير في هذه الايام الفضيله. باقي نص ساعه ان شاء الله ندخل على ليله عرفه. اسال الله العظيم لنا ولكم قبول الاعمال واسال الله العظيم لنا ولكم راحه البال والرزق الوفير وغنى النفس واسال الله العظيم لنا ولكم ان يحفظ اهلنا وذويكم وذوينا يا رب ان شاء الله من كل باس وان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وان يرحم موتانا وموت المسلمين. الله حبيبنا سيد عبد الله محمد وضيوفنا الموجودين دكتور مي والاستاذ ما شاء الله تبارك الله. الله يسعدك وعلى الدكتور مي كمان لها بصمه. نعم من الناس اللي لها بصمه والله يوفقك ويبارك لك ويجعل ان شاء الله في ميزان حسناتك. الله يرفعك. امين يا رب. امين يا رب. وابو مشعل حبيبي والله عزيز وغالي واتشرف والله اني اكون مشرف عندك واتشرف اني اطلع عندك قسط. يسلم راسك يا عين اخوي. الله يسعدك يا حبيبي. حبيبي. طيب انا حكون معاكم في الكومنت هنا واذا في اي احد يبغى القسط ما في مشكله طلعوه وانا معاكم ان شاء الله الى النهايه. في اختنا في غدوره طلعوا غدوره وفي هدى غدير ما ادري وين راحت. ابى اطلع غدير بس ما ادري وين راحت. دحين انا اشير لها. ايوه شيري لها شيري لها. ايوه ان شاء الله باذن الله. هدى ان شاء الله هدى انا معاك. هدى ايوه هدى طلعوها كمان. شكرا حبيبنا التصاميم طبعا. ايوه حبيبنا عبد الله انا تشرفت فيك والله في هذا المكان وهذه بوسه على راسك يا عبود. حبيبي الله يوفقك ان شاء الله. امين يا رب. اسال الله العظيم لك ان شاء الله اعلى درجات الجنان وكما جمعنا واياكم ان شاء الله في هذا المكان بلا مكان ولا تحديد عنوان ولا زمان ان يجمعنا واياكم في عالي الجنان. الله امين. والشيء اللي افتخر فيه استاذ محمد وكابتن عبد الله والدكتوره مي والهدايا اليوم مقدمه كلها من متابعين عبد الله للموجودين في القسط والموجودين في البث كله. يستاهل 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 والله يا عبد الله. هذا شيء بسيط وحقه الله يرضى. اي والله تسلم وهذا في ميزان حسناتكم جميعا ان شاء الله وانا ادعي لكم يا رب ان الله يتقبل صالح اعمالكم ان شاء الله. الله 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 يسعدك يا رب. الله يزيدكم ولا ينقصكم ان شاء الله. امين ويعزكم ولا يعز عليكم. تقبلوا تحياتي انا موجود معاكم في الكومنت. حبيبي حيا لا اوصيكم ضيفوا يا جماعه صاحب الصندوق ضيفوا صاحب اللايف والداعمين والقستات المحترمين. حبيبي الله يخليك كابتن طوال سم حبيبنا. اذكر يوم من الايام جيت اصاب الكابتن نايف نايف يعني كنت نايف جيت إصابة رباط صليبي فكلمت الأستاذ راحت كلمت الأستاذ إبراهيم المصيص كلمت الأستاذ إبراهيم المصيص قلت له لازم أحضر الكابتن يعني أزوره في المستشفى. تدرون يا جماعة من قابلت يعني لما قابلت هذا الرجل وكان هو في المستشفى فكان هلا هدى. كيف الحال يا هدى؟ هدى هدى اعرفها تعرف من سنتين انا اعرف هدى ما شاء الله يا ما شاء الله تبارك الله يسعدك ان شاء الله هدى ونور البث بس اخوك عبد الله والدكتور مي وانت سعاده بصراحه يا هدى الله يسعدك ان شاء الله. هدى اعرفها من سنتين هدى ترى هدى كيف الحال ان شاء الله بحركاته هدى والله. كيف الحال يا هدى؟ كيف حالك يا هدى؟ طيبة إن شاء الله. طيبة. ها. هدى الله يسعدك إن شاء الله. الله كيف العيد؟ تعبر العيد. طب افتح المايك عشان تشوفك كمان عبد الله. كمان أنت. منورة يا حبيبتي يا هدى منورة. إيش الأحمر جميل. إيش الأحمر والحركات؟ إيش العيد هذا الحلو؟ الله يرزقكم راحة البال إن شاء الله في هذا اليوم الفضيل. الله يرزقك يا حبيبنا والله. دكتور أحلى ابتسامة اليوم شفتها. إيش تقول لهدى بصراحة؟ أحلى ابتسامة شفتها اليوم. كل ما أشوف هدى ما شاء الله تحلو. كل ما أشوف هدى تحلو. يعني ترى لي سنتين
في احد التطبيقات كنا متواجدين ودائما تراسلنا في التطبيقات ما شاء الله هدى وتروح لنا في تويتر كمان ما شاء الله تبارك الله. الله يسعدك. تفضل عبد الله تفضل قول. فاقول لك يا كابتن لما طلبت من استاذ ابراهيم نصيف هذا الطلب تفاجأت بحضور لما قابلت اللاعب نايف الزازي استقبلني احسن استقبال وهو تعبان. قابلت المدرب الكبير اللي الان اقول له تاج سجنالك الكابتن ناصر الجوهر والنعم ابو خالد والنعم فيه. ناصر الجوهر قابلته وكان ردة الفعل انا طلعت قابلته كذا بالصدفة فكانت ردة فعلي بالنسبة لي انا واللقاء موجود في قناة العربية اكتبوا بس مقابلة نايف الزازي بعد العملية ويكون اللقاء موجود. مدة اللقاء دي ممكن 6 دقائق أو 5 دقائق. فكانت مقابلة جميلة مع اللاعب نايف الزازي واني أطلع أتحمد إسرائيل كنت نايف الزازي كان بالنسبة لي أعتبرها نعمة من الله أن يقدم شيء يرضي ثمانان اللعيبة اللي أعطوني داخل الملعب. تفضل تفضل يا دكتورة. قاعد أرحب هدى فتحت لها الكام وقاعد أرحب فيها. كيفك هدى؟ حلوة 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 يا هدى ما شاء الله الله يسعدك إن شاء الله. والله أحلى ابتسامة اليوم شفتها ما شاء الله تبارك الله. وين راحت هربت تهرب انا عارفها تهرب. ابا غدير انا غدير خلينا نجيب غدير. طيب كابتن انا بنزل وانا اشير غدير او اكلمها خليها تجي. لا خليك الكور انا شيرت اللعبة حلو غدير. في علي ما شاء الله علي شوف معانا علي سد علي. دكتور مي بسأل سؤال وابغى اجابة قدام الجميع. سمي ايش شفتي بعبد الله أول ما قابلتي؟ خلي الناس تعرف. عبد الله أعطاني الطاقة اللي كنت أتمناها إني أواصل فيها 12 ساعة أكون واقفة قدامكم. أعطاني النشاط، شفت فيه القدوة الإخوانة كلهم، الأحباب الأصدقاء، خوف عليهم، تحفيزهم أثناء البطولة. لاحظتك حتى مع محمد اللاعب الجديد معانا اللي أخذناه من البثور. محمد صامتي لاحظت إيه. وانت قريب منا لأن عارف انت انه جديد او انه لسه عمره صغير بعد يعني فمحتاج مننا. انت سويت اللي احنا المفروض اللي احنا نسويه يعني انت أخذ دورنا يا عبد الله ما شاء الله عليك تبارك الله. أتمنى هالطاقة دائما تكون موجودة. نشاطك يا عبد الله مغطينا كلنا مو بس اللاعبين حتى احنا كموظفين احنا قاعدين نعطي ونعطي ونعطي وان شاء الله ربي بيقدرنا ونعطي اكثر ولكن انتوا الطاقه اللي نستمدها خلال اليوم كامل عشان نكون واقفين على رجولنا. دكتوره طيب. دكتوره في سؤال انا لك يا دكتوره سم. من هدى تقول لك دكتوره بسالك أبو جوري ما قال لك عني؟ لا والله للأسف ما بلغني عنك يا هدى شيء. شوف هي كاتبة تحت أي شيء تبين يا هدى أنت تعرفين حسابي كلميني أنا مباشرة لا ترسلين لي أحد. طيب دكتور كابتن طلال أنا في شخصية عزيز علي جدا لازم أذكره بين وآخر فرصي لو دقيقتين يا دكتور غدير أخوي وزميلي فيصل عبد الله الناصر هذا الإنسان اللي أقول يلت في مكان 10 أشخاص هذا الرجل الذي وقف مع عبد الله أول ما دخل النادي شفت تفاعل معانا داخل النادي وعطاءه حتى مع الزملاء
اللي ما لهم علاقة في العقوبات أو في لعبة البوتشة، حتى كان دافع قوي للعيبة السلة يا دكتور عمي، كان معاهم خطوة خطوة يشجع اللعيبة سواء إحنا أو لعيبة السلة أو مع الكابتن علي مشوري، نشوف حماسة داخل النادي وعطاء داخل النادي توقع النادي العسل جت العسل جت يا عبد الله. يا هذا غدير يا هلا ومسهلا منورة أستاذ غدير. ما شاء الله غدير اليوم اليوم البث منور في غدير وعبد الله ودكتور أمي ونوان جريح وعلي كلكم ما شاء الله تبارك الله الله يسعدكم. تسلم. كيف حالك غدير؟ الحمد لله. كيفكم؟ متى استضيفك غدير زي عبد الله؟ لا شكرا انا بالقوه طلعت. لا لازم تطلع معي، لازم تطلع معي، هذه الشخصيات الجميله لازم يطلع معي، انا افتخر واتشرف. غدير انت طاقه للكل، انت ما شاء الله يعني غدير غنيه الوصف. غدير انت من الشخصيات اللي يقول احنا نشوف العطاء، شفتي الباقه الجميله اللي تعطي الورود وتقول أنا موجودة، أنت هذه الباقة عز الله أنك وصفتها صح يا عبد الله. أنت الباقة اللي يدورون عليك حتى والله كابتن طلال تدخل تنثر ورد وتطلع، تدخل تنثر والله هذا في واحد قاعد يشاغبها واجب يا اخواني. علي علي قاعد يشاغب عليك يا ترى تحت يقول خليها علي علي انا داعي لك وانا اتكلم بالفلبيني. تعرفي اللغه الفلبينيه غدير؟ ايوه. زين ايش قولي؟ ادينا اللغه الكامله اعرفها كلها ايش تبغون؟ طب تكلم عبد الله، عبد الله يعرف؟ عبد الله تعرف؟ ايش؟ تعال يلا 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 ومستقى لا يعني مرحبا صح؟ أيوه. مرحبا مرحبا رحبي في عبد الله بالفلبيني، رحبي في عبد الله بالفلبيني ولا حبيب علي في علي علي كمان عبد الله كمستقنا وقيل كلانجان نهياكو إيكاو كمستا علي كمستقنا جان كمستقيو ويلكم ديتو سام لايف ني كويا. رحب بالموجودين كلهم، رحب يلا مره واحده رحبت ويلكم سلاهات ويلكم قيودي تسال ليفني قويا سلامات نهياكو. سلامات يعني السلام عليكم ولا ايش؟ لا شكرا. اوكي سلامات حلو حلو سلامات. شكرا والله غدير، والله شكرا انك رسمت الابتسامه، شكرا انك قبلتي انك تفايدي معانا مع اخوك عبد الله والدكتورة مي. بصراحة الدكتورة مي هذه بالله بصراحة إنسان كنز كنز بصراحة. أيوة والله كنز وعسل كل. طب قولي لها كنز بالفلبيني. مهل مهل نقول برن سلبي. الله يسعدكم إن شاء الله، الله يسعدكم إن شاء الله. يلا أستأذنكم. الله يسعدك إن شاء الله. شير البدوري غدير. بدوري عموري. في بدوري عموري نستناهم كمان، ابشروا نستنى ترى ما عندي مشكله. هم مو موجودين. مع السلامه. شكرا 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 شكرا, شكراً. تفضل عبد الله قول. انا لنا ساعتين ترى ما شاء الله تبارك الله، ساعتين واربع دقائق ما حسينا فيها ترى حقيقة. انا والله في واحد طالب قست بس ما اعرف مين، حتى انا ما اعرف والله. عموري جاء، عموري جاء، عموري اللي لابس نظاره. حلو يلا عموري، استقبل عموري، استقبلوا عبد الله، استقبلوا واستقبلوا استاذ وين هلا 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 والله هلا ارحب ارحب ملايين قولها قولها ارحبوا ارحبوا هذا مفتاح له كيف حالك كيف حالك يا بطل معي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟
عموري طيب الحمد لله نورت نورت البث نورت حبيبنا والله الله الدلع قول له ايش الشنب الدلع يا حبيبي حبيبنا عموري كيف حالك ان شاء الله طيب طول ماني يا كابتن انا بفاجئك انا بفاجئك بشيء عموري أرسل لي مقطع يتكلم عن أمه بطريقة يعني أنا أقول له أرفع لك القبعة يا عمر أتكلم عن الزملاء داخل البرنامج بطريقة كويسة وقال لي عبد الله أبغى التصميم فأعطاني هذه الفرصة إني أصمم لي المقطع وأهديه وأهدي والدي هذا المقطع بصوته وحط وأتمنى أن يكون قدمت له هو وزملاه الشيء اللي أقدر أقدمه قدمت له وفعلا ترى عمر من الشخصيات اللي دائما لما أدخل يقول لي عبد الله ثم الآخرين فعمر طبعا أشكرك على الثقة اللي أنت منعت عن نفسك وأشكر والدتك على تشجيع حالك إنك تطلع في هذه البرامج وأبشركم بعد ترى دخل النادي ويمارس الرياضة عنده في الطائف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إيش تقول العمر أقول له مبروك على إنه شارك طال لأنه كان مقرب قبل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إن شاء الله بتتعيد فيه وطويل بإذن الله عموري بطل بطل اسم الله عليه ما شاء الله تبارك الله آمين. طبعا تحسن كثير آمين. صار يوقف وصار يمشي وصار يتكلم حتى كلامه ما كان الله. واضح قبل كذا ما شاء الله تبارك الله بصراحه نعم. اليوم انا سعيد تفضل عم تفضل عمر قول 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 اللي تحب قول يا عموري قول 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 يا عموري قول قول اللي تحب حب تحب عبد الله تحب عبد الله ولا ما تحب عبد الله تحبني ولا لا تحبني ولا لا اكو تحب الدكتورة ما عليك ما عليك من الاصوات يا عموري انت تكلم خذ راحتك خذ راحتك خذ راحتك أوه. حبيبي العمود أو علي شوف هنا يقول عمر الشيخ حقي علي سد علي تحت وفي أبو فيصل أحب تفضل قول أخواني أحبائي يقول أحب أخواني كلهم ما شاء الله الله يحفظهم إن شاء الله لك حبيبنا الله يسعدكم جميعا آمين حبيبا حبيبا وانت على راسي واليوم اليوم البث حقي نور متواجدك انت يا عمر واجد عبد الله والدكتور امي وغدير اي والله نورونك عمر ما شاء الله تبارك الله والاخوات الاخوات الموجودين عمر انا احبك يا عمر كلنا نحبه مو انت بس انا اكثر منك يا عبد الله الله يتحداكم كلكم انا احب اكثر منكم كلكم حتى منك يا علي ترى ما شاء الله تبارك والله والله يا كابتن طلال انا بقول كلمه حق في 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 في, في هذه الانسانه التي جاء التي لما تبغى تعمل شيء تعمله وهي مطمنه وحاب اقولها كلمه قدام الجميع انت عندك عطاء انا شفته وعملت فيه لكن حاب اقول كلمه اسمحي لي لو تسمحي لي انا نادي اسمي اليوم امي ام السعاده ام الفرح ام الابتسامه فعليا للدكتوره انا بقول هذا حتى لو يصير
ما يصير تكرار بيننا أطراف داخل النادي وخارج النادي أنت والزملاء. أنا عندي الكلمات توقف لكن أقول أنا كلي لكم يا عبد الله، أنا كلي لكم يا عبد الله. وعلى فكرة ترى أمهاتكم كلكم الله يحفظهم يخليهم، أمك يا عبد الله وأمك يا بدر وأمك يا عموري ويا غدير، ما جابتكم أنتوا لحالكم، ترى كلنا إخوانكم. صحيح يا دكتور، الله يجزاك خير يا دكتور. صراحة فعلا هذا الله اللي يجزاك. أبغى أنتوا تحسونه، بما أنكم أنتم قريبين مننا معناها أنه أنتوا إخواننا اللي ما نقدر نستغنى عنهم. بقول ملاحظة يا كابتن طلال، قول قول حبيبي، قول لازم قول جعل ما يقول غيرك، قول 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 اللي لازم تحبه. أقولها، ولازم تسجل هنا ترى دور بس عشان قول دور قول عشان الدكتورة مي، دور الدكتورة مي خلي النادي على جنب والموقع اللي هي فيه، دور الدكتورة مي النفسي سواء معانا احنا كلاعيبة داخل النادي ولا مع الزملاء في البرنامج هنا، انا اقولها وطولها فعليا يا دكتور مي، انت اعطيتينا خليتينا نبعد عن الناس السلبيين، ونقول لما نحتاج شيء نرفع عليه السماعة ترهن نقول استوى في 1 2 3. الحمد لله رب، وأنا لكم وأنا لكم وموجود عشانكم بعد. وغير كذا تشجيع، ترى كل شيء تعمل الدكتورة مي داخل النادي وخارج النادي أهلنا يعرفون عنه. ما شاء الله وأكبر دليل الدكتورة مي تواصلت وكلمت الوالد، مع والد في عبد الله يعني كانت سعيدة بالتواصل معه، كانت تقول الوالد بعد كلامها أنا سكيت، وفعليا أنا ما أسوي شيء إلا الوالد عشان توصل الصورة للجميع. ترى إحنا ممكن نكون عاطفيين لكن لما نعطي لهذا البلد خدام للبلد وخدام لأهالينا وخدام للناس اللي تعمل لوجه الله تعالى، لوجه الله تعالى. بس حاب أقول كلمة، بس ارفعوا ايديكم في الليلة هذه، ادعوا لمن يحبينكم، الناس اللي تحبكم، الناس اللي تقدركم، لا تنسون دور الأهل ودور الناس اللي تقدركم وتحسبهم. تفضل يا دكتور عشان الله يسعدكم. بصراحة اليوم البث منور، ساعتين و13 دقيقة كان فيها بصراحة طاقة إيجابية، روح وحماس بتواجد الدكتورة بتواجد عبد الله وعبودي وغدير وهدى وعلي والأخوان والأخوات الموجودين. شكرا لكم جميعا، شكرا الدكتور على تواجدك وكلامك الجميل، شكرا عبد الله، شكرا عمور. دكتورة بعد ما نخلص، ترى دائما أنا بعد ما أخلص من البث أنا كنت بستمر لكن عشانكم بقفل البث عشان أنقله لليوتيوب عشان يكون مرجع لنا. صراحة فخر وشرف لي أن اليوم أتواجد مع شخصيات صراحة جميلة تخدم المجتمع. كلمة أخيرة يا دكتورة قبل ما نختم حبيبتي، تفضلي. حبايبي ذوي القمم، مثل ما قلت انتبهوا لصحتكم، انتبهوا لنومكم، لا تشغلكم البثوث ولا يشغلكم أحد داخل البثوث، خليكم مستمرين مثل ما أنتوا عندكم هدف تبغون توصلوا له، أوصلوا له من غير ما تلتفتون ورا، خلي نظرتكم دايما قدام، أملكم بالله كبير، سعادتكم هي الأهم في هالدنيا، قدرتكم على توفيق من الله سبحانه وتعالى في تحقيق الأمنيات هذا شيء ما يرد أحد، ما يردكم أبدا أي أحد، لا من الناس ولا من اللي حواليكم. الطاقة الإيجابية اللي فيكم لا أحد يموتها، بالعكس ما نبي أي طاقات سلبية خارجية من الناس، انتوا قدها وقدود
وما يحتاج انكم يعني احنا نحتاجكم ترى، مو انتم اللي تحتاجونا، احنا نحتاج طاقتكم هذه عشان احنا نقوى، احنا ضعاف ترى ضعاف، لكن لما نشوفكم انتم بالعكس نقوى، متحملين وصابرين، عندكم شيء اعطاكم اياه رب العالمين ما هو موجود ترى عندنا. وفعلا هذا الكلام ابغى الكل يحطه في باله، سواء صغير او كبير ايا كانت اعاقته، لا تلتفتون لحد، خليكم مواصلين الهدف اللي انتم تبغون توصلوا له. الامل بالله كبير في كل الامور، واللي ما اعطانا رب العالمين او فقدنا اياه ترى معطينا اكثر، ترى معطينا اكثر. الله يحفظكم يا رب ويخليكم لنا، يخليكم لنا مو يخلينا لكم، يخليكم لنا يا رب. كابتن طلال، انا لازم اختم. اول شيء اشكرك على اللقاء الجميل هذا، ما سوينا شيء عبد الله، هذا شيء مشكور. اشكر كل اللي حضر، اشكر اخواني جميعا جميعا، انا في ضيوف يستحقون مني الشكر، اسمح لي. اولهم داخل النادي الاستاذ عبد الرحمن الشعلان، الاستاذ يوسف جامد، الاستاذ فيصل الناهض، الاستاذ عصام البعيقي اللي دار بالكامل، جميع المدينة في الإدارة، رهن بصيص مع بعض الطفلان، أخوان اللعيبة اللي الأبطال، الدكتور عمي شكرا لك، شكرا على عطائك. ما أنسى بعد الدكتور عبد العزيز المجهود، والدي ووالدتي وأخواني في البيت، ما أنسى زميلي وصديقي طبعا أبو راشد اللي كان داعم لي، كان أول معايا كل، يعني ما أنسى مجهودهم العميل في النادي. طبعا في زملاء عزيزين علي داخل المواجهة، اسمح لي كابتن، أبو يعني كابتن اللي أرفع له القبعة، اللي يقول له شكرا لك، أبو عبد الله الإعلامي الكبير أحمد آل عثمان، والأستاذ الدكتور عبد العزيز مهيان، والإعلامية الكبيرة يعني حريق من العراق اللي كان في الموسم هذا والسنة هذه لتقدير خالق الدولة في المجال الإعلامي. شكرا لوالدتي وعزيزتي اللي كانت واقفة معاي في أول برنامج إلين الفترة هذه، الأخت العزيزة الغالية سارة من الشرقية اللي يقولها شكرا لك، ولا يقول جميع المتواجدين شكرا للي حضر، شكرا للي تواجد. ما أنسى ملكة الدعم لهذه الفئة، واقف من هذه الفئة، واقف الملكة أكيد غنية أنت لي، جزاها الله خير. فشكرا لك يا كابتن طلال، شكرا لك، شكرا على إبداعك، شكرا للحاضرين جميعا، ما أبغى أنسى أحد وأذكر أحد، جميع العاملين في النادي من الزملاء من الأصحاب، شكرا لكم جميعا. لسه الخط يا دكتورة أنا سم يا عموري، سم قول عموري، قول أنا أحبك يا عموري. أنا أنزل، يبغى ينزل تحت دخل وتنزل بلي أبو عبد الله، أبو عبد الله اللي موجود، حمودي، حمودي اللي موجود، تنزل تحت يا عموري ونطلع حمودي، طلع حمودي ونختم. طلال أنا حنزل، لا خليك معنا عشان ما نبغى نطول عليك. لا ما عندي شيء، ترى ما عندي شيء، أنا أخذ حمودي بعدين نقفل أنا وأنتم. عشان ليش أنا بقفل؟ أنا مفترض أستمر، بقفل عشان أنا نقولها لليوتيوب عشان تكون مرجع لنا بصراحة، حلقة
أنا استمتعت فيها فيك يا دكتورة، عبد الله بعموري جريح هدى غدير في الناس كلهم الموجودين أخوانا وأخواتي بصراحة. أنا طيبة كلهم. أنا بصراحة ما أنسى مجهودك يا كابتن ومعانا في هذه اللقاء، وشكرا للكابتن أحمد الجهد اللقاء ورتب له وفاجأني أنا، وكانت أحلى مفاجأة بحضورك. حبيبي نرحب محمد حمودي. افتح الكاميرا محمد. حمودي افتح الكاميرا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ايش النور هذا وايش الحلاوه هذا ايش الجمال ايش الشعر هذا يا حمودي يا لا لا ابشر هلالي 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 وحرم بابا. شوف انتم ما شاء الله من يوم ما خشيت البث والخرفان يجونا خرفان يجونا خرفان يجونا. هذه العيديات هذه العيديات اللي يستحقون الشباب. شكرا يا جميع على عطائك الشباب. حركات وش انا ابدا حين والله حمودي حركات. يا حبيبي كيف حالك يا حمودي طيب؟ ايه حبيبي حمودي انا احبك يا حمودي. حبيبي يسوي لك قلب يسوي لك قلب. كيف اسوي القلب؟ هم يسوي زي كذا صح؟ هذا لك يا شباب. حبيبي الله يسعدكم جميعا. شوف غدير كرت هذيكم تحت تقول كفو وحركات هذه غدير ما تبى تطلع. حمودي كيف حالك؟ ان شاء الله طيب. بكره بكره اباك بكره تدعي لنا تدعي لنا بالخير ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيب حمودي. الكابتن يوسف وصل. مين الكابتن؟ مدربي الفاضل كابتن عبد الله. عبد الله يا مرحبا يا مرحبا بنطلع مدرب عبد الله ابشر يا كابتن يا هلا مرحبا. خليني انا انزل لا خليك خليك يا دكتوره خليك يا حبيبي. اه حمودي مبسوط؟ الحمد لله. بضيفك بضيفك خليني اضيفك انا ضفتك انا حمودي. ضيف كابتن طلال يا محمد. ضفتك ضفتك نور نور البث صار منور. تسلم راسك يا حبيبي. مبسوط؟ مبسوط؟ دوم دوم يا رب دوم إن شاء الله دوم مبسوطين إن شاء الله. قول. أنا عندي هدية لحمودي لو تسمع لي يا كابتن بيه. استاه تبي تغني له يعني ولا إيش؟ لا أنا عندي قول إيش الهدية تقدم له؟ أغنية؟ شعر؟ شيلة؟ إيش يحب حمودي؟ أنا أقول له كابتن اشتاقك صوتك بعيد يا عبد الله. صوتك بعيد ما سمعت إيش يا دكتورة؟ سمعتي؟ إيش قلتي يا عبد الله؟ وراح عبد الله شكلها عبد الله النت. الكابتن عبد الله ترى مو فيه خرج. يوسف طلع ابو يوسف طيب لا اسمه يوسف جامع. يوسف من ذوي الهمم ومدرب ايوه مدرب للعبة البروسيا بس مو موجود خرج. مو موجود. شكرا دكتور الله يسعدكم. شكرا حمودي. شكرا للموجودين. الله يسعدكم جميعا. انت بتقول شيء محمد حمودي؟ يقول انت اللي منور وانت اللي جمعت على الخير. حبيبي الله يسعدكم الله يسعدكم جميعا. نختم بس عبد الله راح كابتن طلال الله يسعدكم ان شاء الله. شكرا للموجودين. شكرا دكتوره. شكرا عبد الله. شكرا حمودي. شكرا هدى. شكرا غدير. شوف جاهز عشان قبل يكون موجود صاحب البث كابتن فصل اولد النت. ما عندك مشكلة حبيبي. لا ما عندك مشكلة. شكرا للحاضرين. شكرا لأخواني أخواتي. شكرا للعطاء اللي اعطتوني اليوم. إن شاء الله يكون لقاء قدم صورة رائعة. وأهدي هذا اللقاء لو تسمح لي يا كابتن أهديه
اللقاء هذا للنادي الرياض وأهلي وكل شخص من أصحاب الهمم أهديكم هذا اللقاء، ولكن اسمحوا لي أهدي هذا اللقاء لعيال في دول الخليج، أصحاب الهمم أصحاب دول الخليج. أقول الله يسلمك يا جري حبيبي، شكرا لسمو الأمير محمد بن سلمان ملك بن فهد، وأقول لكم الله يسعدكم في ليلة ليلة مباركة إن شاء الله بإذن الله. حبيبي عبد الله تفضل قول محمد، تبغى شيء تقول؟ ما تبغى تقول شيء؟ الله يسعدكم جميعا، دكتورة كابتن عبد الله كابتن محمد سيد علي تحت والموجودين من سيد نايف سيد محمد جريح الله يجزاك كل خير حبيبنا هدى رحيمي غدير عمرو صح عموري كلكم والله كلكم والبث ترى بينتقل على طول على اليوتيوب ان شاء الله انزله وتكون حلقة جميلة لكم ولي انا كذكرى جميلة انكم اعطيتوني فرصه واعطيتوني مساحه اني يوفقك يا رب اتواجد معاكم وافتخر واتشرف بكم جميعا اخوان واخوات موجودين في هذا البث ولا تنسون بعض الدعاء ومتابعوا محمد تابعوا عبد الله تابعوا الدكتوره تابعوا الناس الموجودين الجميلين اللي قدموا الاضافه في تطبيق التيك توك. شكرا لكم جميعا، شكرا الدكتوره، شكرا عبد الله على شكرا لك تواجدك معي، شكرا حمودي، شكرا للاخوان والاخوات، الله يعطيكم العافيه وتصبحون على خير حبيبنا. وانتم يا حمودي وانت من اهل شكرا على خير ان شاء الله. باي سلامه على راسي، احبكم كلكم. شكرا شكرا للمشرفين استاذ محمد استاذ علي موجودين كلهم، نشوفكم على خير ان شاء الله. يا مرحبا.